السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم يا دكاترة، إن شاء الله جميعا بخير وفي أحسن حال. طب يا دكتور، ريفيجن على شابتر 3. زي ما أنت عارف طبعا منهجك كله هو فور شابتر، خلصنا اتنين الحمد لله الترم الأول وبفضل الله جبنا الفول مارك وجبنا درجات زي الفل بفضل الله، اللهم بارك، اللهم لك الحمد. إن شاء الله الترم الثاني أسهل من الترم الأول، والموضوع برضه سهل وبسيط جدا، هما تو شابتر. النهارده ان شاء الله هنراجع معاك شابتر 3 وباذن الله شابتر 4 بعده على طول. خلاص ركز بقى معايا، دي حاجه كده فاينل، خلاص يعني حاجه من الاخر. انا عايز اقول لك ان شاء الله بعد الريفيجن دي باذن الله مش هتحتاج تشوف حاجه تاني. خلاص يا دكتور. طيب حاجه كده في الاول قبل ما ابدا، ايه هي يا مستر؟ طب احنا في يومين مفترضين بقى وفي رمضان وكده، دي اتسجلت في رمضان خلاص، مش هقول لك بقى لايك وشير وكومنت والكلام ده، لا لا لا، انا بس طالب منك دعوه، ويا عم الدعوه خليها بظهر الغيب خلاص، يعني ما اكتبش يا مستر كومنت، والله بيسعدني انا بفرح على فكره بنبسط قوي من كومنتاتكم والله بجد، بس خليها يعني خليها كده فاهم، بظهر الغيب، بس حط لايك يعني عرفني ان انت دعيت فاهم. طيب ماشي، ربنا يوفقك يا رب وموفقين دايما. يلا يا دكتور بقى نقول بسم الله ونشوف المنهج عندنا كان فيه ايه. اول حاجه يا دكتور اتكلمنا عليها خالص، احنا عندنا تو شابتر. اول ما ابتدينا خالص يا دكتور اتكلمنا عن ايه يا مستر؟ اتكلمنا عن انواع البوند، لذلك ما ينفعش اتكلم على انواع البوند وانا لسه ما اعرفش يعني ايه كيميكال رياكشن خلاص. فايه الفكره؟ الفكره جت كالاتي كده، اول ما ابتدينا على طول لقينا ايه يا دكتور اللي حصل كالاتي. ايه هو يا مستر؟ اولا يا باشا يعني ايه كيميكال رياكشن، لازم الاول تعرف يعني ايه كيميكال رياكشن خلاص. دلوقتي الانرت جاز اللي قدامك دول بيتميزوا بايه؟ بيتميزوا يا دكتور ان هم اكتر حاجه ستيبل، يعني الفيلنس شيل ليهم كلهم يا مستر هتلاقيه ماله مليان الكترونات. هل ده محتاج يشير في اي كيميكال رياكشن؟ الاجابه لا. فلذلك الانورت جازز دي كلها بتتميز ان الفيلنس شيل كومبليتلي فيلد بالالكترون، كل الفيلنس شيل كومبليتلي ايه؟ كومبليتلي فيلد بالالكترون. يعني يا مستر هل محتاج يعمل كيميكال رياكشن؟ والله ابدا، ده بقيه الاليمنت اللي عايزه تعمل كيميكال رياكشن عشان بتحسده على الحاله اللي هو فيها، على الاستابيليتي اللي هو فيها، فهمت؟ فاي المنت تاني عايز يعمل كيميكال رياكشن عشان يوصل للاستابيليتي والفيز دي. طيب لذلك الفكره فين بقى؟ انا دلوقتي هقول لك يعني ايه كيميكال رياكشن. احنا بنفهم ايه هو الكونسبت اوف كيميكال خلاص رياكشن بعد ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الفكره كلها باختصار يا دكتور بيكون عندي رياكتنت حصل، هتقول لي اه الرياكتنتس دي يا اولاد بتتحول لايه يا مستر؟ لبرودكت. العقل والمنطق بيقول عشان اعمل كيميكال رياكشن الرياكتنت دي بقى لازم اكسر البوند بتاعتها عشان اقدر اعمل فورميشن لنيو بوند. لمين؟ للبرودكت. خلاص ده كده فكره الايه؟ فكره يا دكتور الكيميكال رياكشن. حلو قوي. طيب بعد كده يا مستر هنلاقي نفسنا بقى ايه هنا؟ طبعا بنعرف الكيميكال رياكشن وهو عباره عن ايه بالظبط؟ ادي الكلام اللي احنا قلناه يا دكتور، ادي الرياكتنت، ادي الرياكتنت موليكيولز، كسرنا البوند، فكسرنا عملنا فورميشن لنيو، ده ما كانش موجود هنا. طبعا زي ما حضرتك عارف ان عملية الفورميشن الكيميكال كومبوزيشن اختلف عن الكيميكال كومبوزيشن لمين؟ للرياكتنت. وهو ده يا دكتور الكونسبت بتاع الكيميكال رياكشن. طيب بعد كده يا مستر اتكلمنا عن ايه؟ قلت لك في السلايد ده بفهمك بس ايه الفرق ما بين كومباوند وميكستشر. يعني ايه؟ الكومباوند ده فيه كيميكال بوند خلاص؟ فيه كيميكال ايه؟ بوند، فيه بوند كيميكال للكومباوند، بوند خلاص؟ والبوند دي زي ما حضرتك عارف بقى الانواع اللي احنا هندرسها اللي هو موضوعنا اصلا. انما الميكشر معناه ايه؟ ميكشر يعني انا خالط اكتر من حاجه مع بعض، كل حاجه منهم ليها نفس البروبرتي بتاعتها ما اختلفتش، يعني مفيش بوند ما بينهم، لا هما مع بعض ميكس، اقدر افصلهم ببساطه. انما الكيميكال كومباوند خلاص بقى ليه بروبرتي مختلفه تماما عن الاليمنت بتاعته، الاليمنت اللي كونت الكومباوند. وده الفرق ما بين ايه يا دكتور؟ ما بين الكومباوند وما بين الميكشر. طيب جينا بعد كده الحاجه اللي بعد كده الولاد اللي اتكلمنا عليها، لقينا بقى في حاجه اسمها لويس الكترون دوت سيمبل. لويس الكترون دوت سيمبل، لويس الكترون دوت سيمبل. ايه موضوع لويس الكترون دوت سيمبل؟ العالم اسمه لويس، يبقى العالم اسمه ايه يا اولاد؟ لويس. عمل ايه؟ قال لك السيمبل اللي هو اي اليمنت عندي هنعمل له الكترون دوت. يعني ايه؟ يعني انا هعبر عن الفالنس الكترون بدوتس. مش فاهم يعني اختصارا لو انا بقول لك اليمنت في الجروب 1 اي مفروض الفالنس شيل بتاعته ايه؟ هتقول لي يا مستر 1 اي اه يعني هينتهي ب ان اس 1.
الفالنس قال لك ايا كان بقى الان اي خلاص، الفالنس شيل دي يا مستر فيها كام الكترون؟ 1 الكترون. يبقى انا هعبر عنه يا دكتور، اقول ان الاليمنت الاولاني عنده الكترون واحد. طب لو كان مثلا الاليمنت واي في الجروب 2 اي يبقى هنعبر عنه بايه؟ 2 دوتس. فهمت حاجه؟ طب يا مستر لو كان في ال 3 اي، ها هتقول لي خلاص يبقى الزد مثلا 3 دوتس يا مستر. طب لو كان يا مستر 4 اي، ها كام دوتس؟ ها هنقول مثلا وليكن ام اهو، هتقول لي دوت 2 3 4 وهكذا. واضح كده يا دكتور؟ وطبعا ده الكلام اللي ايه اللي هنشوفه دلوقتي حالا اهو. ده بالنسبه لايه للفكره بتاعته. والله لو كان الكترون واحد في الفالنس شيل بنحط دوت واحد، اثنين ادي اثنين، ثلاثه اهو، اربعه لحد الايه الاكسجين كده كده حواليه 6 دوتس. فده شكل تكوين الدوتس، في الاخر هيطلع الشكل الفاينل ده. طب سؤال ايه؟ هل يا مستر لازم الترتيب يعني فوق تحت شمال يمين، والترتيب اللي هو ماشي بيه دوت هو بص بص فوق تحت شمال يمين هو ماشي بالترتيب ده، هل ده مهم؟ عادي يا دكتور براحتك، انت اللي بترسم يا ابني. يعني انا جيت مثلا رسمتها كده، او هنا بوند وهنا بوند وهنا اثنين وهنا اثنين، براحتي. حد تاني قال لي لا لا يا مستر انا هرسم اثنين هنا واثنين هنا واحده هنا واحده هنا، يا عم براحتك. انت عايز تلوح رقبتك براحتك، انت حر، الموضوع راجع لك، خلاص؟ فهي دي الفكره باختصار شديد، اهم حاجه بقى انت حاطط الايه؟ الفالنس الكترون مظبوط، خلاص؟ جينا بعد كده يا دكتور دي امثله بقى على اللي احنا اتكلمنا عليه، هتلاقي زي ما قلت لك بالظبط يا دكتور. ادي الصوديوم في الجروب 1 اي اداك الاتوميك نمبر عشان انت توزع. بوزع ايه بقى؟ التوزيع العادي بقى الالكترونيك ديستريبيوشن، النيونتن اقرب انرت جاز، بعد كده 3 اس كام؟ 3 اس 1 يا دكتور، فهمتني؟ وتفضل بقى شغال بالشكل ده. طب الفالنس شيل هنا كان 1 حطينا دوت 1، هنا كان كام؟ 2 حطينا 2 دوتس، ها وهكذا تفضل ماشي. واضح كده؟ طبعا ما تنساش ان البي بجمع مع الاس كفالنس شيل اللي هي الحته بتاعت الترم الاول، واضح؟ واضح. طيب بعد يا مستر ما عرفنا لويس الكترون ديت سيمبل وفهمناه خلاص، طلع لنا بقى تو كونسبت في غايه الاهميه، ايه هم يا دكتور؟ عندي حاجه اسمها لون بير بوند بير، ودول بقى ظهروا بعد ما قدمنا او عملنا انتروداكشن لويس الكترون ديت سيمبل. ايه الفكره؟ هقول لك تعالى نجيب مثلا مثال يا دكتور زي الاتش 2 او الووتر، ادي اتش 2 او مالها؟ والله الاكسجين الفالنس شيل فيه كام الكترون؟ 6 الكترون، ادي 1 2 3 4 ادي 5 6 خلاص حلو. طب ايه الفكره بقى؟ الفكره كالاتي، انا حوالي 6 الكترون مرتبط بكام هيدروجين؟ 2، ادي اتشا من هنا ببوند وادي اتشا من هنا ببوند. طب يا مستر ايه اللي هيحصل؟ بص دي الالكترونين دول كونوا بوند ودول كونوا بوند، انما الاثنين دول اسمهم فري الكترون، فاللي كونوا بوند دول بنسميهم كده بوند بير. كلمه بير زوج، بوند كون البوند، يبقى عندي زوج يعني الكترونين كونوا البوند، يبقى في اثنين الكترونين كونوا البوند شاركوا في تكوين البوند اسمه بوند بير. طيب امال يا دكتور؟ نعم. الثاني ده اسمه ايه؟ اسمه لون بير. لون ايه بقى؟ لون بير يا مستر. يعني ايه بقى لون بير؟ فري الكترون، عندي اثنين الكترون هنا فري اسمهم لون بير، وزيهم هنا تحت اسمهم ايه؟ اسمهم لون بير. يبقى هي دي القصه يا دكتور بتاع مين؟ بتاعت عمنا لويس. حلو قوي. جينا بعد كده يا ولاد بقى الموضوع بتاعنا اللي هو يا مستر التايب اوف البوندز، انواع البوندز. اختصار شديد هنقسمهم لتو برانشز الاول، كيميكال فيزيكال. مسكنا الكيميكال قسمناه لثلاث انواع خلاص، هم يعتبروا نوعين بس، بس في نوع منهم جاي كده ايه شبه نوع من الاثنين خلاص. ايونيك كوفيلنت ده الاساس، ايونيك كوفيلنت. طيب الكوفيلنت ذات نفسها اهي ده ايونيك كوفيلنت، طبعا في كوردينيت بوند، قلت لك الكوردينيت ده نوع من انواع الكوفيلنت. ليه؟ لان هو مبني بنفس الكونسبت، كونسبت الشيرنج، بس طريقه الشير مختلفه. واحده واحده، هو مبني على كونسبت شيرنج برضه ما بين تو اتوم بس طريقه الشير مختلفه. ازاي؟ لما تفهم الكوفيلنت واوصل للكوردينيت هتوضح لك ان شاء الله وتبقى زي الفل. الكوفيلنت بقى ثلاث انواع يا دكتور، ايه هم يا مستر؟ يا اما تكون بيور نون بولر بولر. طب الفيزيكال بوند ودي الهيدروجين والميتاليك، وهو ده موضوع الريفيجن ان شاء الله اللي باذن الله هنخلصه دلوقتي كله كامل. طيب بعد ما تصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تعالى نبدا بقى يا دكتور بيه الايونيك بوند. بص يا حبيب قلبي، كلمه ايونيك يعني ايونز، مين هم؟ بوزيتيف نيجاتيف، ها كاتاين اناين. اذا الايونيك بوند بتتكون من كومباينيشن، او بنقول عليها كده بقى الكتروستاتيك اتراكشن فورس. ليه يا مستر؟ يا حبيبي بوزيتيف اتشارج نيجاتيف اتشارج، البوزيتيف والنيجاتيف التشارجز ديت عباره عن الكتريستي، وعباره عن ايه بقى؟ الكترو الكترو شحنات بقى، شحنات يبقى الكترو، ستاتيك ثابتين ما بتحركوش، ثابتين ستاتيك اتراكشن فورس. طب ما هو البوزيتيف والنيجاتيف بيأتراك، يبقى الكتروستاتيك اتراكشن فورس.
خلاص هي دي الايونيك بوند. واضح واضح. اصلها كان ميتال، الميتال بيحصل له ايه؟ بيلوز، يتحول لبوزيتيف ايون. طب وده كان اصله نون ميتال، ها بيحصل له يا مستر؟ هتقول لي بيجين، فيتحول لنيجاتيف ايه؟ لنيجاتيف ايون. يتحد البوزيتيف مع النيجاتيف، يبقوا جنب بعض كده، يكونوا ايونيك ايه؟ يكونوا ايونيك بوند. خلاص الفكره فين بقى يا دكتور؟ الفكره في الاتي، ان الميتال بتتميز بقى ان الاتوميك راديوس كبير، وبالتالي الايون الاتوميك راديوس كبير، فالنيوكلاس مش هتقدر تكنترول على الفالنس الكترون قوي، فالايونيزيشن بوتنشال قليل. ليه قليل؟ ما هو كل ما الديستانس يعني الراديوس زاد كبر زي الميتال بالظبط، بيحصل ايه للايونيزيشن بوتنشال؟ بيقل. اقل اماونت اوف الانرجي تخلي الالكترون ليبريتد يتحرر، يعني يلوز، يسيب الاتوم. ها وصلت الفكره؟ مفهومه يا دكتور؟ واضح؟ خلاص. النان ميتال عكسه، لا ده بيتميز ان هو عنده ايه بقى؟ سمول اتوميك سايز، يعني الاتوميك سايز بتاعه ماله صغير، وبالتالي ايونيزيشن بوتنشال كبيره قوي. ليه؟ النيوكلاس قفشه بالالكترون، ماسكاه بايديها وسنها. يسيب الالكترون مش هسيبه، لذلك ايه محتاج ايه؟ تدي انرجي عاليه قوي عشان تقدر تاوفر كام على الاتراكشن القوي. طب الاتراكشن دي بسبب ايه؟ ان الاتوميك سايز صغير، فالالكترون مش عارف يهرب. هنا بمنتهى البساطه لو حد جنبه كده هيلوز على طول، مش هيبقى يعني مش هيفضل قاعد. خلاص طيب جينا بعد كده يا دكتور، عرفنا ايه يا مستر؟ عرفنا بقى الشكل بتاع الايونيك. بص شكل الايونيك عامل ازاي يا دكتور؟ الموضوع اختصارا كده، لو انا مثلا هفاعل زي المثال دلوقتي، انا عندي البوتاسيوم 19، خلاص هنفعله مع مين؟ مع السي ال. الموضوع كده، بوتاسيوم هي كي عنده دوت واحد. طب السي ال يا دكتور؟ ها هتقول لي يا مستر السي ال عباره عن 7، فادي واحده 2 3 4 5 6 7. حلو حلو. ايه اللي هيحصل؟ ده بقى بيلوز، اول ما يلوز يتحول لكي بوزيتيف، خلاص يبقى كي بوزيتيف. طب السي ال جنبه يعمل ايه بقى؟ هيحصل الاتي، هو كان عنده 1 2 3 4 5 6 7، يجي بعد كده بقى ايه اللي يحصل يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر يقوم جين كمان الكترون، جاله كمان الكترون، بقى هو حواليه كام؟ 8. اذا ده يعتبر ايون نيجاتيف. ليه؟ ده كلورين بقى كلورايد، يعني بقى سي ال معاه الكترون زياده. خلاص؟ فطالما معاه الكترون زياده يظهر عليه نيجاتيف، هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف، ايه اللي يحصل؟ يحصل ما بينهم اتراكشن، ايه؟ اتراكشن فورس. وهي دي الفكره بتاع تكوين الايونيك بوند. طيب جينا بعد كده، ده طبعا بقى الايه البروبرتي بتاعت الايونيك بوند، بمعنى مسكنا شويه كومباوند زي صوديوم كلورايد، ها مغنيسيوم كلورايد، الومنيوم كلورايد. حلو حلو. ايه الفكره؟ تعالى افهمك القصه دي. الايونيك بوند اللي هي الايونيك كومباوند اللي بتتكون ليها بروبرتي. البروبرتي يعني على سبيل المثال هتلاقيها بتكوندكت الالكتريسيتي. طب ايه تاني؟ ده كل الايونيك. طب ايه تاني يا مستر؟ هتلاقي يا دكتور الايونيك كومباوند الميلتنج بوينت بتاعته عاليه قوي، حاجه زي الصوديوم كلورايد عاليه، طب حاجه زي المغنيسيوم كلورايد عاليه، طب الالومنيوم كلورايد بالرغم من ان هو بيتكون من ميتال ونون ميتال، الا ان جينا نشوف الالكتريك كوندكتيفيتي بتاعته زي بقيه اخواته الايونيك، لا انا مش بيكوندكت للاسف. ليه كده يا الومنيوم مش بيكوندكت؟ طب الحاجه الثانيه قلنا خلاص بقى لها كوندكتيفيتي، تعال نشوف الميلتنج بوينت. مش احنا عارفين ان الايونيك بوند الميلتنج بوينت عاليه؟ فاذا انا متوقع ان هو يبقى ميلتنج بوينت عاليه زي اخواته. بص شايف الصوديوم؟ ماله يا مستر؟ بص يا حبيب قلبي، ادي الميلتنج بوينت، ادي الميلتنج بوينت، مالها يا مستر؟ بص بيملت عند كام؟ 810. طب المغنيسيوم 700، امال الالومنيوم 190، جت منين؟ ها ايه اللي عمل دروبنج قوي في الميلتنج بوينت بتاعته؟ الكلمة السر ديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي، ديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي. ليه بقى يا مستر؟ هقول لك تعالى، عندنا يا دكتور سكيل، السكيل ده بيقول لك ايه؟ من الزيرو لحد 1.7، مور ذان 1.7 انا بتكلم على ان نوع البوند ايونيك بوند اللي هو يكون ايونيك كومباوند يعني. طب يا مستر كانت ليه ذان ال 1.7؟ يبقى انا بتكلم على كوفيلنت بوند، يبقى انا بتكلم على مين يا دكتور؟ كوفيلنت بوند. طب افرض بقى يا حبيب قلبي كان من 0 لحد 0.4، هنا 0 معناه ان هي بيور كوفيلنت بوند، دي بيور. طب مور ذان الزيرو تل 0.4 تل لحد هنا يبقى نون بولر. ها نون ايه يا مستر؟ نون بولر. طب يا مستر 0.5 بقى يعني مور ذان 0.4 لحد 1.7 يا دكتور، هتقول لي كده معناه ان هو بولر، وبناء عليه لعبه ايه؟ لعبه ديفرنس. لو حضرتك بقى معاك التيبل والفاليوز بتاعت الالكترونيجاتيفيتي اهي 0.9 1.2 1.5، دي الالكترونيجاتيفيتي. طيب الكلورين ب 3،
فهو مع الكلورين اهو صوديوم كلورايد مع 3 يبقى هنا كام؟ 0.9 اهي ماينس 3 3 0. ماينس 0.9 وهنا اهو ماينس ماينس هنا طلع كام؟ 2.1 1.8 1.5 بص 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 فاليو الديفرنس بتقل والله كل ما الديفرنس ما بيقل الايونيك بروبرتي بتقل لحد ما جينا عند 1.5 ماله بقى؟ هو 1.5 ده مش مفروض ان هو اقل في ناحيه الكوفيلنت؟ اه بالرغم من ان هو ميتال ونون ميتال الا ان هو بيظهر فيه كل الكوفيلنت بروبرتي والكوفيلنت لا بيكوندكت الكتريستي وكمان الميلتنج والبايلنج بوينت بتاعه بيكون قليل جدا والحاجه الثانيه يا دكتور ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي اللي هو الاساس بقى اللي هو السبب اصلا انه بيكون less than 1.7 فاهمني؟ وبناء عليه استنتجنا ايه؟ استنتجنا يا دكتور ان الالومنيوم كلورايد ما بنعتبروش ان هو ايونيك ايه؟ ان هو ايونيك كومباوند خلاص واضح؟ طبعا بقى تلاقي البويلنج ريليتد على الميلتنج يعني البويلنج ريليتد على الميلتنج. امال المحترم ده يا مستر عشان برضه اكون قلتها لك بالمره اللي هي ايه؟ سبلمايز دي يعني ايه؟ يعني ايه سبلمايز يا دكتور او سبلميت معناه ايه سبلميت؟ كلمه سبلميشن او سبلميت معناها ان هو بيتسامى يعني ايه يتسامى؟ يعني المحترم ده بيتحول من السوليد للجاز على طول ما بيعديش على ليكويد فاهم على طول سوليد يعني اقول ان الميلتنج والبويلنج قريبين قوي قوي من بعض فهو بيحصل له ايه سبلايمز زي ما قلت لك كده بيتسامى خلاص وطبعا دي بتكون للايه للكوفيلنت كومباوند. طيب جينا بعد كده يا دكتور الكوفيلنت بوند. بص بقى الكوفيلنت بوند عشان تبقى الامور واضحه والدنيا تمام معاك مالها يا مستر؟ اولا احنا عندنا ثلاث انواع بيور نون بولر بولر. حلو الكلام حلو الكلام. نمسك البيور مالها البيور؟ اتنين شبه بعض. معنى بيور اتنين شبه بعض يعني يا مستر بتتكون ما بين مين؟ ما بين Cl2 ما بين F2 ها ما بين H2 مالهم؟ الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ما بين الاثنين حاجه واحده هنا 2.1 2.1 الديفرنس 0 اذا نوعها بيور كوفيلنت خلصنا. وطبعا الاثنين نون ميتال نون ميتال ما تسيبش الاساس وتمسك في التفرعات الاثنين نون ميتال خلاص. حلو ده بالنسبه لايه يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر ده بالنسبه للبيور. طيب لو جينا للي بعده دي طبعا الاكزامبلز اللي قلت لك عليها. حلو نيجي بعد كده يا اولاد النون بولر مالها يا مستر؟ النون بولر هي موجوده في مثال عندك في المنهج اللي هو السي اتش مثال زي الميثين سي اتش 4 الميثين ميثين جاز ماله بقى؟ الميثين يا دكتور الكربون ب 2.5 والهيدروجين 2.1 اطرح الاثنين من بعض يطلع 0.4 اهو 0.4 ده معناه ان هو ماله؟ نون بولر كوفيلنت ايه؟ كوفيلنت بوند خلاص. طب بالنسبه للبولر يا اولاد هتلاقي يا مستر الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي more than 0.4 لحد 1.7 فاهمني؟ طيب لذلك هنا في الكوفيلنت هتلاقي ان هو ايه بقى؟ اهو more than او greater than 0.4 less than 1.7 حلو جدا. طيب اللي بعده يا مستر تعال نشوف اللي بعده. هنا طبعا دول two molecules بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله هو هنا ده ووتر وهنا ايه يا دكتور؟ ها وهنا امونيا. ده بولر وده بولر حصل حصل. مين في دول بولاريتي اعلى؟ هتقول لي اللي الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتاعه اعلى يا مستر. بمعنى انا عندي دلوقتي ما بين الاكسجين والهيدروجين، الهيدروجين 2.1 والاكسجين يا اولاد 3.5 اطرح الاثنين من بعض يطلع 1.4. طب النيتروجين ب 3 الكترونيجاتيفيتي كفاليو الكترونيجاتيفيتي خلاص؟ طب اطرحها من الهيدروجين 2.1 يطلع مين يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر هيطلع ب 0.9 اللي هو ايه الفاليو اللي هو مديها لك هنا؟ ادي الفاليوز مديها لك هنا. خلاص الفكره فين بقى؟ ان الووتر موليكيول بولر ليه؟ عشان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ما بين الاكسجين والهيدروجين ماله؟ هيكون يا دكتور هاير زان 0.4 ليس زان 1.7 خلصنا نفس الكلام ونفس اللقطه الناحيه. فموضوع سهل جدا بسيط جدا لعب الديفرنس في الالكترو ايه؟ في الالكترو نيجاتيفيتي خلاص. طبعا ده السكيل اللي انا كنت رسمته لك وانا شغال 0 بيور 0.4 1.7 ومور. طبعا خلاص ايه هو ده الايه اللي كنت كلمتك عنه. هنا البولاريتي بتاعت الووتر مولكيولز H2O مالها يا مستر؟ سترونجر ذان ذات اوف الامونيا ان H3. ليه بقى بولاريتي الميه اعلى من بولاريتي الامونيا؟ ديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي وانت مغمض لعب الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي اتفقنا؟ خلاص هتجيب الديفرنس هنا تلاقيه اعلى من الديفرنس هنا وهي دي الفكره يا دكتور بتاعتنا خلاص. تعالى بعد كده يا دكتور الثيوري اللي بعدها او الحاجه اللي خدناها بعد كده بقى ان احنا دخلنا في ايه بقى؟ في انواع البوند بقى. خلصنا كده ايونيك مسكنا كوفيلنت. الكوفيلنت بقى يا حبيب قلبي هنلاقي نفسنا بنتكلم عن 3 ثيوريز والثلاثه اسهل من بعض والله. ركز معايا وهفرمهم لك كلهم ان شاء الله ورا بعض خلاص بس ركز معايا. ثلاثه ثيوري بالظبط هنبدا كده بالترتيب. حاجه اسمها
الالكترونيك ثيوري اوف الفالنسي، بنسميها ايه؟ بنسميها الاوكتيت رول. الاوكتيت رول هي الالكترونيك ثيوري اوف فالنسي. حلو؟ حلو. طب ايه الحاجتين التانيين؟ فالنس بوند ثيوري، موليكولار اوربيتال ثيوري، والاثنين شبه بعض. والاثنين ما لهم شبه بعض. اه والله شبه بعض، شبه بعض. واحده بس بنشتغل على اوربيتالات في الاتوم، والثانيه بنشتغل على اوربيتالات الموليكيول كله. يعني الموليكيول كله بيشير في تكوين الايه؟ البوند. واحده 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 واحده. يلا بينا. بص يا معلم، الالكترونيك ثيوري اوف الفالنسي بتقول كده، اللي قدم الثيوري ديت اثنين علماء، لويس كوسل. خلاص؟ طب هم فرضوا ايه؟ قال لك ان اي اتوم الفالنس شيل بتاعها مفروض يوصل لمين؟ للايت الكترونز. للايه يا دكتور؟ للايت الكترونز. خلاص؟ بس الراجل دوت قال لك هيكون عندي اكسبشن. مين الاكسبشن يا دكتور؟ اهو ادي الاكسبشن. اول اكسبشن عندنا الهيدروجين ليثيوم بريليوم. حلو حلو. يبقى عندي اكسبشن لثلاثه ايلمنت. مين هم؟ واحده واحده. 1s2 الاس كبيرها 2، هل هتشيل 8؟ لا. طب مين اللي بينطبق عليه 1s2؟ الهيدروجين. طب ليه ما جابش الهيليوم؟ انرت، مش هيتفاعل. خلصنا من 1s2. 2s2 كابلجنج اب. حلو حلو. 2s2 ماله؟ هتقول لي يا مستر 2s1 2s2 2s1 ليثيوم 2s2 بريليوم. خلصنا. اي حاجه غير دول المفروض توصل للاوكتيت ستراكشر. فهمت اللعبه؟ اللي هي الاوكتيت ايه؟ الاوكتيت رول. فجي الراجل قال لك ايه؟ قال لك والله لو جينا يا عم نتكلم مثلا على حاجه مثلا زي السي ال، هنلاقي ان هو ايه؟ بعد الالكترونيك ديستريبيوشن 3s2 3b5 اهو. الفالنس شيل فيه كام الكترون؟ 7. ادي 7 اهم اللي هم باللون الريد، وادي 7 تانيين بالبلو. ايه اللي حصل؟ دول يشير مع بعض، ده يشير بالكترون وده يشير بالكترون. طب ليه بيشير بالكترون؟ هي القاعده كده. هو معاه كام في الفالنس شيل؟ معاه 7، ناقصه كام؟ 1. يبقى يشير ب1 من ال7، يشير ب1 من ال7. وصلت؟ خلاص؟ فهي دي القاعده العامه اهو. هو المحترم ده معايا يا دكتور، هتقول لي مستر معاه 7، فادي ال7 اللي هم باللون البلو، وادي ال7 اللي باللون الريد، ده شير بواحده وده شير بواحده. اذا بص، ده كده وصل للايت، وده زيه بالظبط وصل للايت، يبقى ده كده اوكي للاوكتيت ستراكشر. نفس الفكره، الهيدروجين اكسبشن هو 2 وده 2 اكسبشن، انما بص ده كده معاه ايه؟ معاه 8 الكترونز، يبقى ده كده اوكي للاوكتيت ايه؟ للاوكتيت ستراكشر. خلاص؟ طيب الامونيا نفس الفكره اهو. بص لي كده، بعد ما وزعنا طبعا لقينا النيتروجين عنده 5 الكترونز. مين هم يا مستر؟ ادي 1 2 3 4 5 اللي هم باللون الازرق دول، شايفهم اهو. حلو حلو. طب هنا يشير مع هيدروجين، هنا مع هيدروجين، هنا مع هيدروجين، عمل بوند بير بوند بير بوند بير. اتبقى له ايه؟ اتبقى له لون بير. بص، بوند وبوند وبوند 6 الكترون ولون. اذا النيتروجين معاه كام الكترون؟ 8 الكترون. هو ده تفسير الاوكتيت ايه؟ الاوكتيت ستراكشر. طيب جه قال لك ايه بعد كده؟ قال لك بقى عندي، هو ما قالش على فكره احنا لقينا اكسبشن. ايه الاكسبشن اللي لقيناه؟ مثال مثلا زي البي سي ال 5 او مثال زي البي اف البي اف 3. مالهم الاثنين دول؟ نات اوبي للاوكتيت ستراكشر. تعال بص كده على الفوسفرس. ماله يا مستر؟ بص بص باختصار شديد، احنا كده كده بنراجع. صح صح. اقول لك تعالى لما اجي اقول لك كده يا دكتور بي سي ال 5 ابريفيشن، تقول لي اي اكس 5. ليه؟ ما هو السنترال عنده كام بوند؟ عنده 5 بوند. الفوسفرس عامل 5 بوند. طب بالله عليك 5 بوند بير، مش كل بوند بير واحده ب 2 الكترون. يبقى 2 ملتي بلاي 5 بكام؟ هتقول لي 10 الكترونز. يبقى ناتو بير الاوكتيت ايه؟ الاوكتيت رول. ادي 10 الكترونز. طب تعالى لي هنا بي اف 3. ها بي اف 3 ابريفيشن، هي تقول لي ايه؟ اكس 3. طب ليه بتقولها بابريفيشن؟ يا حبيبي انا براجع، هو انا لسه بشرح من الاول، انا براجع. خلاص؟ يبقى ايه اكس 3؟ تمام تمام. طب ما هو ايه اكس 3؟ معناها ان هم 3 ملتي بلاي 2 يطلع 6 ايه؟ ها 6 الكترون. وهنا فعلا كان 6 الكترون. دي اوضح امثله تبين ان مش كل الموليكيول بتوصل للاوكتيت ايه؟ للاوكتيت ستراكشر. خلاص؟ وهي دي كانت الدروباك بتاعته اللي هم التو بوينت اللي احنا اتكلمنا ايه؟ اللي احنا اتكلمنا عليه. جينا بعد كده بقى يا دكتور كوركشن بقى. مين اللي عمل كوركشن؟ الفالنس شيل الكترون بير ريبالشن. تاني فالنس شيل غلاف تكافؤ. الكترون بيرز، الكترون ايه؟ بيرز. يعني ايه الكترون بيرز؟ الكترونات الازواج. الله، ما هي الالكترون الكترون بيرز حاجتين، ايه هما؟ يا بوند بير يا لون بير. هو ده معنى الكترون بير، بوند بير لون بير. ريبالشن يحصل لهم ريبالشن، وده منطقي جدا. يعني ايه حبيب قلبي؟ هو البوند بير دي نيجاتيف ولا مش نيجاتيف؟ نيجاتيف. والبوند بير دي نيجاتيف ولا مش نيجاتيف؟ نيجاتيف. يلا خليهم يقربوا من بعض يحصل لهم ايه؟ ريبالشن. بص بص يقرب ريبالشن، فاهم حاجه؟ فيجي يقربوا يحصل ريبالشن. طب ما هو ده ايه؟ الاثنين دول عباره عن ايه؟ الكترون بيرز. فهمتني؟ هي دي الفكره بتاعت الثيوري. موضوع سهل ولذيذ قوي. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الفكره فين بقى؟
الفكرة يا دكتور إن أي كوفيلنت كومباوند هيكون ليه أبريفيشن، خلاص؟ ومن الأبريفيشن ده يا دكتور نقدر نحدد عنده كام لون بير وكام بوند بير عشان أكتب الأبريفيشن أصلا. طب بعد ما عرفت البوند بير واللون بير أقدر أتوقع حاجتين، حاجة اسمها الستيريو ستراكشر وده شكله في الفراغ، وحاجة تانية اسمها الأرينجمنت أوف الإلكترون بيرز. خد بالك ده غير ده. ستيريو ستراكشر هقول لك عليه دلوقتي، هقول لك بنجيبه ازاي. طب الارينجمنت مجموع البوند بير واللون بير كلهم مجموعهم، فاهم حاجه؟ يعني الستيريو ستراكشر بيترسم بالبوند بير فقط، يعني بوند بير هيبقى شكلها عامل ازاي في الفراغ، انما الارينجمنت لون بير وبوند بير بجمعهم على بعض اشوف مجموعهم ايه. ازاي؟ هقول لك تعالى واحده واحده واحنا بنشتغل. اول حاجه خلينا نشوف بس الشكل بتاعها عامل ازاي يا دكتور. اهو ده الشكل بتاعها، ركز كده معايا. AXNE، مين الـ AXNE؟ الـ A ده عبارة عن السنترال اتوم بتاعت المولكيول، زي لما اجي اقول لك كده. مين الـ A؟ هتقول لي الـ B، يبقى الـ A اللي هي الـ B دي السنترال، فاهم حاجة؟ طيب الحاجة التانية يا دكتور ايه يا مستر؟ الـ X عبارة عن مين؟ الاتوم بوندد بالسنترال، إذا هنا دي السنترال صح؟ صح. مين اللي بوندد بيها الـ F؟ يبقى نقول كده X، هما كام X؟ 3، يبقى X 3. فهمت حاجة؟ طب يا مستر نعم، يبقى احنا عرفنا الاي وعرفنا الاكس، الان دي ايه؟ اللي هو عدد الاتوم اللينكد بالسنترال اللي انا قلت لك عليه، عدد الاتوم اللينكد بالسنترال، ناقص الاي خلاص؟ وناقص العدد بتاعه، الاي ده اللي هو اللون بير بتاع السنترال. طب والعدد بتاعه ام، طبعا احنا قلنا الاولاني ان، يبقى الثاني نغير ونقول ام. الاولاني عدد البوند بير، الان ديت اللي هي البوند بيرز. خلاص؟ امال الام يا مستر اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها اللون بيرز، يبقى ده اللون بير. ها وصلت؟ مفهومه؟ واضح؟ خلاص؟ ده كده الايه؟ ده كده يا دكتور الابريفيشن بتاعنا. تعال نشوف بقى يلا اللي بعده. بص يا دكتور ركز معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الموضوع باختصار شديد يا ابني هفهمك بقى اللعبه ماشيه ازاي. بص يا حبيبي، اول حاجه خالص لو احنا قلنا معانا يا مستر وليكن ها اتنين بوند بير، اتنين ايه؟ بوند بير، زي اهو افهم بس الستيريو ستراكشر وانت هتتوقع الباقي بعد كده وانا شغال وانا بشرح. ادي اتنين بوند بير موجودين لوحدهم في الايه؟ في السبيس في الفراغ. طيب هل في حاجه في الدنيا تجبرهم يعملوا كده؟ يعني ايه؟ هو ده بوند بير ودي بوند بير، في ما بينهم ريبالشن، المفروض عشان الكومباوند يتكون يبقى ستيبل، الاستابيليتي لازم يكون عندي اقل ريبالشن ما بين البيرز وبعضها عشان يبقى ستيبل. فهو اقل ريبالشن المينيمم ريبالشن ده هو اللي هيرسم لك الستيريو ستراكشر. فانا لو عندي اتنين ينفع يكونوا قريبين من بعض؟ هيتنافر. طب يا رب من بعض الناحيه دي كده يبقوا قريبين كده، ما هي هيتنافر. الله، خدت بالك من حاجه؟ ايه؟ انهي ستيت يكون الريبالشن اقل ما يمكن؟ هي الستيت دي، يكونوا كلهم لينير ان ستريت لاين لينير. لذلك لما يكونوا اتنين بوند بير بس ما فيش لون بير، سيبك من لون بير اشرحه بعدين، ما فيش لون بير يطلع الستيريو ستراكشر لينير. فهمتني؟ طب الارينجمنت، خد بالك بقى المعلومه ديت ايه؟ الارينجمنت هو هو الاستيريو ستراكشر طالما ما فيش لون بير، طالما ما فيش لون بير. طب يا مستر لو في لون بير؟ لا يا حبيبي، الاستيريو هيكون غير الارينجمنت والله. وازاي؟ وهوريك هيختلف. يبقى واحده واحده، انا هشرح الاول مين اللي ما فيش لون بير. حلو، دول اتنين. فهمتني؟ فهمتك يا حبيبي. ايه ابريفيشن ايه؟ اكس 3. يلا اشتغل. هتقول يا مستر والله لو كانوا اتنين، انا عايزك بقى تبنيها واحده واحده كده عشان تبقى الموضوع ايه سالك معاك. لو كانوا اتنين لينير، حلو قوي، ضيف تالت، ضفت التالت. ها انا عايز افهم بقى، يعني هو ده هفق ان الاتنين دول يكونوا عاملين معاه انجل 90؟ بمعنى ما هو الريبالشن بتاع ده زي ده زي ده، ده بوند بير ده بوند بير ده بوند بير. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل يا دكتور ان ده هيريبالش مع ده وده هيريبالشن مع ده، يقعدوا يزقوا بعض التلاته لحد ما يوصلوا لستيت يكونوا كلهم مينيمم ريبالشن، يكونوا في المينيمم ريبالشن. فين المينيمم ريبالشن؟ هو ده الشكل اللي انت شايفه. بص لو انا حطيته على البورد كده هتلاقيه بلينر، يعني واخد بلين واحد. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، وصل دي بدي بدي بده، ها قفلت ايه؟ تراينجل. اذا يطلع لك يا دكتور بلينر تراينجل، هو ده. وصلت؟ طيب افرض بقى قمنا جايبين كمان بوند بير، يعني ايه يا مستر؟ بقى ايه اكس 4؟ هتقول لي ثواني ثواني ايه؟ لو شيل واحده دايما، لو كانوا ثلاثه يطلع بلينر تريانجل، وانت لسه فاهمها. يلا نجيب رابع.
اعتبر ده زيهم بالظبط. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالعادي يا دكتور، كلهم قد بعض في الريفرش. بالله عليك انت كده حاسس باستابيليتي يا راجل؟ ده انا حاسس بعدم استابيليتي من الرسمه اللي انا، الوقفه اللي انا واقفها دي، ها فاهم؟ هل ده كده، ها كده هيبقوا كلهم ستيبل؟ استحاله. ده ريبالش، ده زي ده زي ده زي ده في الريفرش، يقعدوا يزقوا بعض لحد ما يتفقوا كلهم يخرجوا واحد بره، اهم خرجوا واحد بره. طب بالله عليك اللي خرج ده مش عامل مع ده انجل 90؟ اه مع ده انجل 90، اه مع ده انجل 90، اه معلش ما هم كلهم قد بعض في الريفرش. هو هيسكت لهم؟ لا، مش انتوا خرجتوا لي بره؟ اه، ينزلهم كلهم تحت. ليه؟ بحيث بص بقى، بص ركز بقى في الحته دي، ادي نزلوا كلهم تحت اهم، اه اهم يا مستر. ايوه يا حبيبي، بص بقى ركز، ايه نزلوا تحت. الله مش مظبوطه ليه؟ ثانيه واحده لازم اظبطها بقى، لا من الشغل ظبط الشغل اهو. تمام، حلو كده، حلو. بص نزلوا هم كلهم، مظبوط مظبوط، وده جه كده اهو. فهو ايه، عمل ريبالشن لده وعمل ريبالشن لده وعمل ريبالشن. لو انت واخد بالك كانوا كلهم بلينر، يعني ارفع ده كده لفوق كده بلين واحد، كان ارفع ده وارفع ده وارفع ده، بس ده عمل لهم ريبالشن ريبالشن ريبالشن. بص قام عمل شكل عامل ازاي، ده تترايدر. بص عليه من اي ناحيه من النواحي هتلاقيهم كلهم زي بعض. ها فهمت اللعبه؟ وضحت؟ فهمتها؟ وبناء عليها يا دكتور، بص لو شفتها كده اهو، كده اهو زي كده اهو، فاهم؟ زي كده اهو، كلهم حاجه واحده. لذلك ده اسمه ايه بقى، وصل ده بده بده ودول ببعضيهم يطلع تترا ايه، تترا هيدرال. يا رب تبقى وضحت وخدت بالك منها. ده كده يا دكتور لو كان ايه، مفيش لون بير. حلو، طب اول حاجه هتقابلني لون بير اي اكس 2 اي. ركز بقى واحده واحده، سيبك من الامثله هقول لك عليها دلوقتي. اي اكس 2 اي، حلو حلو. لو انت فاكر اللي فات كله مفيش لون بير، فانا قلت لك الارنجمنت هو الاستيريو ستراكشر. تمام، تعالى بقى المره دي الموضوع مختلف. ابريفيشن ايه يا مستر؟ اي اكس، اي اكس 2 اي، اي اكس 2 اي، عندي اثنين بوند بير واحد لون بير. حلو قوي دكتور. نعم، لو كانوا اثنين بس بوند بير شكلها هيبقى ايه؟ اثنين بس لينير. برافو عليك، ضفت لهم لون بير. على فكره اللون بير الريبلشن بتاعه اقوى بكتير جدا من البوند بير. عارف ده يعمل ايه؟ ايه؟ يضغطهم تحت، يضغط. لما بنيجي نصور الموليكيول ما بنصورش اللون بير، لان ده فري الكترون، ما بنصورش، اللي بتصور البوند بس. هي دي اللي ليها ماتيرياليستيك اكزيستنس، ليها وجود مادي. فلما احنا جينا ندرسه لقينا يا دكتور، لقينا الشكل عامل انجلر كده بالشكل الانجلر ده، والمفروض ان هما اتنين. انا كنت متوقع الاقي 180 لينير، بصيت لقيته عامل انجلر. اذا في حاجه هيدن انا مش عارفها تسببت في ده، ايه هي؟ وجود اللون بير. وصلت؟ خلاص تمام. طيب ده ابريفيشن اي اكس 2 اي. طب اي اكس 3 اي اهو، وهم ثلاثه يا دكتور اللي جرى. هتقول يا مستر بلينر تراينجل، احسنت، مفيش لون بير لسه. اه ايه رايك بقى نضيف لون بير؟ بص اللقطه، ركز، ضفت اللون بير، هيعمل ايه في الثلاثه دول؟ يلا يا ابني انزل، انزل يا ابني، انزل يا ابني، نزلهم كلهم. اه وهو بقى فوق وانا بصور المولكيول هو مش موجود. بص حضرتك احنا شفنا ايه؟ شفنا ثلاثة عاملين الشكل ده، ده عبارة عن إيه؟ بيراميد، متكون من كام بيز؟ ثلاثة، سميناه إيه؟ 3 بيز بيراميد. بقى 3 بيز بيراميد؟ بالله عليك 3 بيز بيراميد ده، أنت شايف اللون بير بتاعه؟ لا أنت مش شايفه لما بتصوره، لأنه بالشكل ده. في حاجة أجبرتهم إن هم يعملوا 3 بيز بيراميد؟ أه طبعًا. إيه هو اللون بير؟ ليه؟ لأن لو مفيش لون بير هيبقوا بلينر تراين. هي دي اللعبة. وصلت؟ خلاص؟ آخر حاجة يا دكتور عندك، لو كان إي إكس 2 إي أهو. إي إكس 2 إي. اي اكس 2 اثنين، سيبك من لون بير، اثنين بوند بير، المفروض يطلع ايه يا مستر؟ تقول لي لينير، احسن. طب بص يا حبيبي هو لينير، مظبوط مظبوط. لون بير كمان لون بير، الانجل مالها قلت اكتر عن الاي اكس 2 اي. ده اي اكس 2 اي، اي اكس 2 اي 2، ليه؟ ريبالشن اعلى. فهمت اللعبه؟ خلاص هو ده يا باشا الموضوع اختصارا بالنسبه لايه، للاستيريو ستراكشر كلها. طيب نيجي بقى هنا، تعالى بقى نتكلم ونشوف بقى ايه، نشرح بقى تفصيلا. ركز بقى معايا، اول مثال عندك البي اي اف 2 بريليوم فلورايد اهو. بي ادي البريليوم عنده 2 الكترون، هنا بوند مع الاف، هنا بوند مع الاف، لينير 180 الانجل. لذلك هتلاقي الاستيريو ستراكشر هو هو الايه، الارنجمنت يا دكتور بالظبط نفس الفكره. بي اف 3 قلنا بلينر تراينجل. طيب اللي بعده هتلاقي يا دكتور SO2، بص بقى SO2 يلا السلفر يا دكتور في انهي جروب يا مستر؟ في الجروب 6A، يبقى حواليه 6 دوتس، ادي 6 دوتس مع الاكسجين هنا دوت اثنين، لان الاكسجين بيشير باثنين، هنا دبل بوند، هنا دبل بوند. حلو حلو، النوع ده هو هو النوع ده، يبقى انا عندي كام نوع؟ اثنين، بقى AX2 وفي 3 الكترون يبقى E، يبقى ده الابريفيشن AX2E. AX2E المفروض من غير اللون بير يكون لينير،
وجود الليمبير يخليه ايه؟ انجيولر. هي دي الفكره. ها وصلت؟ واضح؟ تمام كده؟ طيب اللي بعده، مين اللي بعده يا مستر؟ لو كان ايه؟ اي اكس 4، اي اكس 4 اللي هو مثال زي السي اتش 4. بنعرفها ازاي؟ والله بتقول يا مستر ادي الكربون بوند 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 بوند، هنا بوند مع الاتش، هنا بوند مع الاتش، هنا بوند مع الاتش، هنا بوند مع الاتش. خلاص يبقى اكس اي اكس 4. تمام؟ طب بعد كده يا دكتور الامونيا، قلت لك ايه الامونيا؟ الابريفيشن هيكون اي اكس 3 اي. تمام؟ ده الايه؟ اللي هو ال 3 بيز بيراميد. واخر حاجه طبعا اللي هي الووتر، الووتر طبعا هيكون عندي اثنين لون بير اثنين بوند بير. بص بقى ايه الفرق يا مستر ما بين حته الاستيريو ستراكشر والارينجمنت؟ الاستيريو ستراكشر يا دكتور والارينجمنت الحوار ماشي ازاي؟ الحوار ماشي كالاتي. والله لو كان اي اكس 2 اي فالستيريو اهو ستيريو ستراكشر هيكون ماله؟ انجلر. حصل حصل. انما الارينجمنت انا هجمع، هجمع مين يا مستر؟ هجمع اللون بير والبوند بير، هجمع الان بلس الام. طب هو انا عندي كام بوند بير؟ اثنين. كام لون بير؟ ثلاثه. يبقى واحد اثنين بوند بير وواحد لون بير، يبقى مجموعهم كام؟ 3. 3 يطلع الارينجمنت ثلاثه. اي ثلاثه يطلع لك ايه؟ بلينر ترينج. اي اربعه يطلع لك ايه؟ تتراهيدرال. ده فين؟ في الارينجمنت مش ستيريو ستراكشر. انا فهمتك الاول ستيريو ستراكشر. خلاص؟ وصلت؟ طيب ده كده يا دكتور بالنسبه للجزء ده. هنا طبعا بيقول لك ايه؟ بيقول لك البروبرتي بتاعت الكوفيلنت كومباوند الالكترونيجاتيفيتي بتاعت البريليوم ريلاتيفلي هاي. ده اللي بيخلي البريليوم يا اولاد ان هو يكون كوفيلنت ايه كومباوند. يعني ايه؟ اي ميتال محتاج ان هو يلوز. طب البريليوم ما بيلوز، امال ده بيشير. فعمليه اللوز صعبه، عشان كده بيكون كوفيلنت كومباوند، عشان الاتوميك سايز بتاعه ايه؟ صغير. خلاص؟ طيب ده كده يا دكتور بالنسبه للجزئيه دي. تعالى بقى هنا برضو في شويه نوتس مهمه جدا. ايه هي يا دكتور؟ اولا لما يجي يقول لك كده الاس او 2 مولكيول ابريفيشن ايه بتاعه؟ هتقول لي اي اكس 2 اي اهو قايلها لك. والميه الابريفيشن اي اكس 2 اي 2. ليه ليه ليه؟ اقول له عشان ده عنده لون بير واحد، انما ده عنده كام لون بير؟ عنده اثنين لون بير. ده حواليه 6 الكترون الاكسجين هيشير باثنين، اتبقى ايه؟ اربعه. الاربعه دول معناهم ان هم ايه؟ هتقول لي مستر بوند بير وبوند بير. واصل؟ خلاص. نفس الفكره بالنسبه لمين يا معلم؟ بالنسبه للاس او 2 عنده 6 الكترون هيشير باربعه، اثنين واثنين، اثنين مع الاكسجين، اثنين مع الاكسجين، اتبقى له واحد ايه؟ اتبقى له واحد لون بير. خلاص؟ طيب الستيريو ستراكشر بتاع الامونيا مولكيول 3 بيز بيراميد عشان الابريفيشن ايه؟ اي اكس 3 اي. بس عشان كده. طب والارينجمنت يا دكتور اوف الالكترون بير اوف ذا سيم مولكيول تيك تترا هيدرون. ها هتقول لي عشان الستيريو ستراكشر في وجود اللون بير هيعمل 3 بيز بيراميد، انما الارينجمنت هجمع اللون بير والبوند بير يطلع بكام اهو؟ جمعتهم طلعوا اربعه، يبقى تترا هيدرون. ها فهمت اللعبه؟ واضح يا دكتور؟ خلاص؟ طيب وده يا معلم بالنسبه ليا مستر بالنسبه لي الجزء ده. طبعا دي ليها علاقه بالايه؟ بالانجلز. اهو بقى نيجي نشوف بقى الايه؟ الانجلز يا دكتور بتاعتنا بقت عامله ازاي؟ طبعا عشان نفهم الانجلز لازم نعرف ان الريبلشن ما بين لون بير لون بير ده اقوى حاجه خالص. يعني لون بير مع لون بير زي الوتر مولكيول ده اعلى ريبلشن. اعلى من لون بير بوند بير، اعلى من بوند بير بوند بير. خلاص؟ يبقى مين اقوى ريبلشن خالص؟ هتقول لي يا مستر لون بير لون بير. حلو قوي. طيب هنا طبعا بيتكلم على اللون بيرز والبوند بير والانجل بقى اللي هنتكلم عليها دلوقتي حالا. اهو يا دكتور الفكره فين؟ عندك ثلاثه ابريفيشن اي اكس 4. شيل بقى بص 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 شيل واحده اكس وحط لون بير يبقى اي اكس 3 اي. شيل كمان بوند بير وحط لون بير يبقى اي اكس 2 اي 2. بص الفكره فين؟ لما كان اربعه مش عمل تترا هيدرال؟ هتقول لي عمل تترا هيدرال لما كان اربعه، صح كده؟ صح. شيل بوند بير وحط لون بير، هتقولي الريبالشن هيعلى. ليه؟ الريبالشن اللون بير اقوى من البوند بير، فيضغطهم اكتر الثلاثه. يضغطهم اكتر، فهمت؟ لما ضغطهم اكتر الانجل ما بين البوندز بتقل. طب هات كمان شيل كمان بوند بير وحط كمان لون بير، الاثنين لون بير هيفتروا على الاثنين بوند بير، فيخلوا الانجل صغيره قوي. لذلك بص انا ببدا في التترا هيدرال الانجل 109.5. تقل 107 عشان في لون بير اتضاف، طب لو اثنين لون بير يبقى 105. فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ خلاص ودي قصه يا دكتور ودي قصه يا مستر الانجل. حلو قوي. نيجي بعد كده يا اولاد لشويه النوتس اللي كانت موجوده عندك. ايه هي يا مستر؟ يقول لك كده هي ليه الفاليو بتاعت الانجل بالنسبه للكوفيلنت بوند اللي في الامونيا بتكون اقل من اللي في الميثين؟ ها هتقول له الامونيا عنده ايه؟ عنده لون بير، الميثين ما عندهوش لون بير. اللي بعده البي اف 2 مولكيول، بي اف 2 اللي هو البريليوم فلورايد، خلاص؟ ده لينير. وايل ان الاس او 2 انجلر. ها
ليه؟ هتقوله ده لينير عشان ما عندهوش لون بير، انما دوت عنده يا دكتور عنده لون بير، يبقى هو لعبه اللون بير هو السبب في الموضوع بتاع الاستيريو ستراكشر. حلو قوي. هنا طبعا الحته برضو ديت مهمه بتاعه الكربون دايوكسيد، يجي يقول لك ايه؟ يقول لك الاتي. ايه هو يا مستر؟ يقول لك يا دكتور هو الكربون دايوكسيد موليكيول نون بولر، although it's contain two polar bond. بص بقى هنا في حته مهمه لازم تبقى فاهمها. صلى على النبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام. في فرق يا دكتوره ما بين حاجتين، بولر موليكيول بولر بوند. بولر بوند ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتوين التو اتومز اللي كونوا البوند. بولر موليكيول يا مستر هو عنده لون بير ولا ما عندوش؟ عنده بولر، ما عندوش نون بولر. شكرا، هي دي القصه خلاص. وبناء عليه الكربون دايوكسيد اهو، بص الكربون دايوكسيد بيعمل الشكل ده، ده الاستيريو ستراكشر لينير. حصل بالرغم من ان هنا 2.5 والالكترونيجاتيفيتي 3.5، الديفرنس 1 معناه ان هي بولر كوفيلنت بوند اهو، بولر كوفيلنت بوند. يبقى البوند هنا مالها؟ بولر. هنا زي هنا، فهنا بص هتلاقي ده بيتسحب كده، واضح؟ لا هو مش هيتسحب كده اهوت، هي البوزيتيف كده صح، وهنا بيتسحب كده برضه. تمام. ايه الفكره بقى؟ الفكره كالاتي، ده بيتشد الناحيه دي وبيتشد الناحيه دي، مقدار الفاليو الماجنتيود بتاع الالكترونيجاتيفيتي هنا زي هنا، صح. طب الاثنين قد بعض واوبوزيت في الدايركشن، يلاشي كل منهما الاخر. لذلك بنقول ايه بقى؟ بنقول كده ان السم اوف النت دايبول مومنت بايه؟ بزيرو. يعني محصله العزل هنا بزيرو. بص انا واقف كده كسنترال، هنا وهنا الشد هنا قد هنا، الالكترونيجاتيفيتي هنا قد هنا، حد بيشدني من هنا زي هنا بالظبط، هتحرك من مكاني؟ لا. هيتغير الاستيريو ستراكشر؟ لا. طب هحس بتاثير برضو؟ لا، لان الاثنين بيشدوا بنفس الفاليو واوبوزيت في الدايركشن، فاكني ثابت في مكاني خلاص، بس غير ان ايدي هتوجعني مش اكتر. واضح كده؟ تمام. طيب البي اف 3 بقى مولكيول از نون بولر وايل ان الامونيا بولر. ها ده كمولكيول ليه نون بولر ما عندهوش لون بير؟ ده ليه بولر؟ عشان عنده لون بير. والله خلصت، هي دي يا عم اللعبه. واضح؟ تمام. طيب ده يا باشا بقى السمري، ودي كده الايه؟ مجمع لك انا كل حاجه اهو. والله لو كان ان بلس 3 بي 3 هيطلع لك برينر تريانجل. حلو، الابريفيشن اهو اي اكس 3 او اي اكس 2 اي. امتى ده الارينجمنت؟ ده الايه الارينجمنت؟ طب الاستيريو ستراكشر ده بلينر تريانجل، ده انجولر. فهمت اللعبه؟ وتقدر بقى تستنتج الكلام ده. طبعا ده هيكون نون بولر موليكيول، نون بولر موليكيول ليه؟ ما عندوش لون بير. بص ده ما فيش لون بير يبقى نون بولر، ده عنده لون بير بولر. مثال اهو ده بقى مجمع لك فيه الايه؟ جدول قدامك اهو، تقدر تذاكر الحاجات دي وتبص عليها كويس. طيب جينا بعد كده بقى يا اولاد السكند الموليكيولر الستيريو ستراكشر، او ده الستيريو ستراكشر الملخص بقى بتاع الكلام اللي احنا قلناه. تعالى بقى يلا فيلنس بوند ثيوري. حلو قوي، ركز بقى معايا. ايه موضوع الفيلنس بوند ثيوري بعد ما اتصلى على النبي عليه الصلاه والسلام؟ انا عايز اقول لك الفيلنس بوند ثيوري زيها زي الموليكيولر اوربيتال ثيوري، بس الاختلاف فين؟ في الفيلنس بوند ثيوري يا اولاد كلمه السر يا مستر انبيرد اوربيتال. انبيرد ايه؟ اوربيتال. يبقى انا عايز اوربيتال مش كومبليتلي فيلد، لا امبيرد هاف فيلد. خلاص هي دي كلمه السر. بيحصل اوفرلابنج عن طريق الامبير. طيب باختصار شديد ايه يا مستر؟ انا عايز اقول لك يا دكتور ان الفيلنس بوند ثيري مشغله بتو كونسبت. اول حاجه الاوفرلابنج كونسبت، خلاص، والحاجه الثانيه الهايبردايزد كونسبت. يبقى انا عندي كام كونسبت؟ عندي اثنين، اوفرلابنج كونسبت هايبرديزد كونسبت. خلاص بالنسبه لمين يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر بالنسبه للفيلنس بوند ثيوري. طيب هي ايه الفكره بتاعتها؟ اهو ادي بلوف الاوفرلابنج اوربيتال كونسبت والهايبرديزد اوربيتال ايه؟ اوربيتال كونسبت. طيب تعالى يلا للي بعده، بيقول لك ايه؟ بعد ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الكونسبت الاول يا دكتور اللي هو الاوفرلاب كونسبت، الفكره ازاي؟ الفكره كالاتي، والله انا بيكون عندي حاجه زي الهيدروجين مثلا، ادي يا دكتور الهيدروجين H1 عايز افعله مع الاف 9، عايزين نعرف الاوفرلابنج هيتم ما بين انهي اوربيتالات بالظبط. بتوزع، هتقول الهيدروجين 1s1، طب الفلور يا مستر 1s2، 2s2 2 بكام؟ 5، لان هم 9. طيب بص الفكره فين بقى؟ ارسم هاند رول اهو، ادي يا مستر البي ده 2bx 2by 2bz. حلو الكلام. بص بقى الموضوع كالاتي، 1s كام؟ 2 ادي 2 الكترون، ها 2s كام؟ 2 ادي 2 الكترون، ها 2b
5 صح؟ اه ادي الكترون الثاني الثالث الرابع الخامس. يجي ده ماله؟ انبيرد. اه اذا هو ده اللي كاونت كوفيلنت بوند، لازم يكون انبيرد اوربيتال. فهمت اللعبه؟ طب الكوفيلنت بوند تتكون ازاي؟ ها لازم نرسم، نقوم عاملين كده. ادي يا مستر الاكسس بتاعتنا خلاص، هنا البي اكس بي زد بي واي، ونقوم راسمين البي اكس هنا اهو، ها البي واي هنا اهو. طب البي زد نغير بقى الكالر بتاعه. ادي البي زد ده وده، ايه اللي يحصل؟ اللي هنا في اثنين الكترون في البي واي، والبي اكس في اثنين الكترون، ده في الكترون واحد، يحصل ايه؟ يحصل اوفرلابنج ما بين، ها هتقول لي يا مستر ما بين ال1 اس بتاع الهيدروجين مع ال2 بي زد. فهمت حاجه؟ فيحصل اوفرلابنج ايه؟ وتتكون الكوفيلنت ايه؟ الكوفيلنت بوند عن طريق الاوفرلابنج ما بين الاتش والاف بالطريقه دي. وصلت؟ هو ده بالظبط الفيلنس بوند. ايه الفيلنس بوند؟ سيولي. طيب تعالى، طبعا ده الايه؟ ده الشكل بتاع الاتش 2، وانا قلت لك المثال بتاع مين؟ بتاع الاتش اف. ده مثال يا دكتور الاتش اف اللي انا لسه شرحه. وادي الفيلنس ايه؟ ال2 بي زد في 1 الكترون يحصل له اوفر لابنج مع ايه؟ مع ال1 اس، وهي دي ايه الفكره بتاعها. تمام؟ تمام. تعالى بقى نتكلم على الفيلر بتاعها يا دكتور. يلا بقى ركز معايا عشان دي اهم حاجه عندك. ايه هي؟ بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا باشا، فضلنا ماشيين بنفس الاسلوب زي الفل ومفيش مشاكل، الى ان جه الميسين موليكيول. ان 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 تعالى نشوف مين يا مستر، ايه قصه الميسين ديت؟ تعالى الاول نرجع كده السلايد ده. حاضر اهوت، رجع السلايد. حلو، بس عشان نكتب هنا ركز بقى معايا. ادي يا دكتور السي اتش 4، تعالى نطبق يلا فيلانس بوند ثيري. يلا يا مستر، كربون اتوميك نمبر 6، الهيدروجين يا دكتور 1، الهيدروجين هيبقى 1 اس 1، فهو انا عندي ايه؟ 1 اس هو امبيرد ايه؟ اوربيتال، فخلاص ده جاهز للاوفر لاند. نيجي للكربون، يلا وزع هوند رول عشان الشغل بتاعنا يكون هوند رول. حصل حصل، قلنا 1 اس كام؟ 2، 2 اس كام؟ 2، 2 بي 2، يا دول السته اهم. ادي هنا 2 الكترون، 2 الكترون، وهنا 2 الكترون، ادي واحد ادي اثنين، ده 2 بي اكس، ها 2 بي واي 2 بي زد. بص بقى القصه فين؟ القصه كالاتي. According to the valence bond theory يا مستر، انا محتاج اشوف عندي كام امبيرد اوربيتال عشان هو اللي يعمل اوفرلابنج. لذلك انا ما عنديش غير اثنين امبيرد اوربيتال في الكربون، فمفروض اللي ينتج كده يحصل اوفرلابنج هنا مع 1 اس من الهيدروجين، وهنا اوفرلابنج مع 1 اس من الهيدروجين، ويكون لي سي اتش 2. ها؟ اه والله المفروض يكون سي اتش 2. ما انت عندك اثنين امبيرد according to the overlapped orbital concept. ما جبناش حاجه من عندنا، خلاص. طب ازاي ده بقى نكون سي اتش 4؟ هنا بقى الاوفرلاب كونسبت وقف خلاص، شكرا يا عم اوفرلاب، اركن على جنب. جه بقى الايه؟ الابجريد اللي هو مين؟ الهايبردايزد اوربيتال كونسبت. فكره بقى الهايبردايزيشن ايه يا دكتور؟ ان انا عشان اعمل هايبردايزيشن لازم اعمل هايبردايزيشن لديفرنت اوربيتالز، يعني ما ينفعش تقول لي دي اكس بي واي مع بعض، غلط، قول لي اس مع البي. طب الحاجه الثانيه لازم يكونوا كلوز في الانرجي، قريبين في الانرجي. 2 اس 2 بي، 3 اس 3 بي. طب 4 اس لا 3 دي مش 4 بي، لازم يبقى 3 دي، خلاص يبقوا قريبين ايه في الانرجي. طيب الحاجه الثانيه يا مستر، النمبر اوف البيور اوربيتال، مين البيور اوربيتال؟ هم دول 2 بي اكس 2 بي واي 2 بي زد، ده بيور. انا عملت فيهم حاجه؟ لا، زي ما هم، انا لسه هعمل لهم هايبرديزيشن، تهجين، هضربهم في الخلاط، هطلعهم حاجه جديده. فهمت؟ فالنمبر اوف البيور اوربيتال هو ايكوال النمبر اوف الهايبردايزد اوربيتال، واسم الهايبردايزد اوربيتال اسمه النيم بتاعه من اسم البيور اوربيتال. فهمت اللعبه؟ يبقى النيم اوف الهايبردايزد اوربيتال هو من اسم البيور اوربيتال. يعني ايه؟ هقول لك تعالى هنخلط دلوقتي وليكن ال2 اس مع ال2 بي، ها عددهم كام؟ 2، يبقى هيطلع 2 هايبردايزد اوربيتال. اسمهم ايه؟ هتقول لي كده مش هم اس مع بي؟ اه يبقى اس بي، يبقى 2 اس بي اوربيتال، يبقى الجديد الهايبردايزد اسمه اس بي. طيب لو انا قلت لك هنخلط مثلا 2s ها مع 2bx ها مع 2by ها مع 2bz، بص ده اوربيتال 2 3 4، حد يقول لي يا مستر ده 2 و2 و2 و2، يا تحفه، ده النمبر بتاع البرنسبال كوانتم نمبر، ده البي اللي موجود في الانرجي ليفل الثاني، انما ده اوربيتال واحد فوق بقى عيب، خلاص. لذلك دول كام اوربيتال؟ 4، يبقى يطلع كام هايبردايزد؟ 4. فتقول لي يا مستر هينتج 4 هايبردايزد اوربيتال، اسمهم والله من الاسم ده. بص ابتديت بايه؟ اس. طب ودول بي صح؟ هقول بقى بي بي بي، لا بقول اس بي كام؟ 3، يبقى اس بي 3، خلاص يبقى 4
اس بي 3 وهكذا. وصلت اللعبه؟ فهمتها؟ يبقى 4 اس بي 3 خلاص. طب هي دي الفكره بقى. الفكره ازاي؟ يقول لك تعالى بقى اللي حصل كالاتي. ايه هو يا مستر؟ قمنا جايبين الاول يا دكتور ادي الكربون، ادي الكربون عندنا. تعالى بقى نفهم ايه اللي حصل بالظبط بعد ما فهمنا الهايبردايزد كونسبت. حلو قوي. هنا 2bx ها 2by 2bz. حلو حلو. هنا 1s2 طبعا 2s2 2b2. هنا بقى لازم يحصل عمليه اكزايتيشن. ليه يا مستر موضوع الاكزايتيشن حبيب قلبي؟ هو دلوقتي عشان يتكون اصلا الميثين مولكيول، مش الكربون كان بيتحد مع الهيدروجين؟ اه. فلذلك في اكزايتيشن، فيخرج الكترون من ال2s يطلع لل2bz. بص بقى اللقطه، بص الجديد، بص الحلاوه، ركز ركز ركز. ادي 2 الكترون زي ما هم، واحد من هنا طلع، اذا بقى ده في 1 الكترون اللي هو ال2s1، وهنا 1s2 عادي زي ما هو. وهنا بقى بص اللقطه دي 2bx ها 2by ها 2bz. هنا الكترون وهنا الكترون وهنا الكترون. الله يا مستر ايه؟ يس أربعة الكترون. غلط والله غلط. ليه؟ يعني هتقولي ما انت معاك أربعة الكترون اهم، يعني كده تكون خلاص CH4. اقول لك اه يا حلو، بس تعالى اتفرج عليها بقى. ادي كربون اهي، صح صح. ادي الكترون الاس، وادي الكترون البي، والبي والبي. بالله عليك الثلاثه دول قد ده في اللينس؟ لا. في اللينس؟ لا. في الاسترينس؟ لا. في اي حاجه؟ برضو لا. لذلك الشكل ده يا عم سيبك من دي. هل الريبلشن للثلاثه دول زي ده؟ برضو لا. هو هم اقوى منه في الريبلشن، اعلى منه في الانرجي. لذلك هل الشكل يطلع لك تترا هيدرا؟ الاجابه لا. الانجل 109.5؟ لا. اكمل ولا خلاص؟ برضو لا. واصل ولا مش واصل؟ لذلك هنا بقى يا دكتور جت فكره الهايبردايزد اورنتال. ليه؟ ما هو يا مستر انا لو اشتغلت على الكلام ده هلاقي ان الثلاثه دول مختلفين عن داخل الانرجي. لا، انا عايز تترا هيدرال ده يعني كلهم بوند بير قد بعض في اللينث وفي السترينث وفي الانرجي وفي كل حاجه الا الدايركشن. الا مين؟ الدايركشن. مختلفين في الدايركشن خلاص. طيب وبناء عليه بقى الكلام على ايه؟ قال لك لازم بقى يا دكتور انهم عاملين الهايبرديزيشن خلاص. انهم نازلين بايه بقى يا دكتور؟ ها تعالى نكتب بقى اخر حاله عندنا اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعه الاكزايتيشن. ادي حاله الاكزايتيشن اهيت، وادي الالكترون هنا. ده كان 2s1 وده كان 2b بقى 3. ده 2bx 2by 2bz. بص بقى هنا اهو، اهو عامل كده هاي هايبرديزيشن. ادي الهايبرديزيشن. بص بقى الهايبرديزيشن ايه اللي يحصل، ركز بقى معايا. انا هعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ هتقول لي بقى انا اصلا هعمل هايبردايز لكام اوربيتال؟ اهو عايز اخلط ده مع 1 2 3، يبقوا عددهم كام؟ 4. هيطلع 4 هايبردايز اوربيتال اسمهم ايه؟ هتقول لي انا بخلط الاس مع بي 3 يبقى 4 اس بي 3. يبقى هيطلع لي 4 هايبردايز اوربيتال كلهم اس بي 3. بص اللقطه اهي، ادي يا دكتور 1 2 3 4، ادي الاربعه اسمه اس بي 3، اسمه اس بي 3، اسمه اس بي 3، اسمه اس بي 3. هنا الكترون، هنا الكترون، هنا الكترون، هنا الكترون، وهنا 1s2 عادي جدا اهو. بالله عليك مش دول الست الالكترونات بتوع الكربون اهو؟ مش دول السته بتوع الكربون؟ اه. فهمت اللعبه؟ يبقى الاول كانت ستيبل كربون اتوم، حصل لها اكزايتيشن، عملت هايبرديزيشن، وصلت. بص بقى الهايبردايز اوربيتال يا دكتور اللي هينتج اللي هم الاربعه دول بقى مالهم قد بعض في كل حاجه. ده شكل البيور اوربيتال، ده شكل الهايبردايز اوربيتال. ده الفرق ما بينهم، ان الهايبردايز مور بروتروتد، اكتر بروز خارجي خلاص، فهو اللينس بتاعه اطول، لذلك الاوفرلابنج هنا اسهل واسرع من البيور. فاهم؟ الاكتيفيتي هنا اعلى من ده خلاص. واضح؟ لذلك بص بقى متكون ازاي اهو. ادي كربون يا مستر، ادي هايبردايز اوربيتال، هايبردايز اوربيتال، هايبردايز اوربيتال، هايبردايز اوربيتال. وصل ده بده بده بده، يطلع لك في الاخر ايه؟ تترا هيدرال. وهو ده الفرق بتاع الفيلانس بوند ايه، او التفسير بتاع فيلانس بوند ثيوري. طبعا الكلام اللي انا قلته هتلاقيه بقى موجود هنا في السلايدز. خطوات اهو، كانت ستيبل، عملت اكزايتيشن، كمل يا مستر. ادي الفكره بتاعت الهايبردايزد اوربيتال اللي قلنا عليها بكل المعلومات. ده بص بص ده شكل الايه؟ ده الاس مع البي، هعمل لهم هايبردايزد، يطلع لي بقى ايه؟ ادي اس بي، اس بي اولا طلع عددهم 2، وده ده العدد، يعني بص ده العدد اهو عشان تبقى فاهم. خلطت الاس مع البي عدد 2 فطلعوا 2، شكلهم لينير، الاثنين يعملوا شكل لينير خلاص، حصل لهم اوفرلابنج، دي اوفرلابد مع دي خلاص، بقت في الحته دي فبقوا لينير. وفهمت حاجه واضحه خلاص؟ طيب نيجي بعد كده يا دكتور،
دي هنا بقى بيقول لك ايه، ان الهايبردايزد اوربيتال ار ديفرنت ان الشيب اند مور اكتف من البيور. ليه؟ عشان انا قلت لك مور ايه؟ مور بروتروسيف، خلاص اكتر بروز اوتسايد. خلاص كده يا دكتور؟ طيب يا مستر دي كده واضحه، وادي ده الكلام اللي احنا قلناه اللي هو ايه؟ بص يا باشا انا هخلط دلوقتي يا مستر اس مع 3 من البي، يبقى نوع الهايبردايزيشن اس بي 3. طالما اس بي 3 مش هم كده اس بي 3 يعني ما هم اربعه هايبردايزد اوربيتال، يبقى الاستيريو ستراكشر ايه؟ تترا هيدرال، اي اربعه تترا هيدرال. خلاص؟ طب يلا اللي بعده يا مستر، هخلط اس مع 2 بي يبقى اس بي 2، يبقى هم عددهم اس مع 2 بي يبقى عددهم كام؟ 3، يطلع لي 3 هايبردايزد اوربيتال بلينر ترينجل. طب يلا هخلط اس واحده مع بي واحده يطلع لي 2، نوعهم اس بي، ده نوع الهايبردايزيشن، والشكل الاستيريو ستراكشر يبقى ماله؟ لينير. يا رب تبقى الامور واضحه وفهمني وتبقى الدنيا ماشيه معاك زي الفل. حلو قوي. ده طبعا الاكسبلانيشن بتاع الهايبردايز دي اوربيتال، وده الشكل الاخير اللي انا رسمته لك وريته لك. هي دي يا دكتور الجزء اللي احنا وصلنا له، وادي اهو جمعنا ادي الاس مع ها بي اكس بي واي بي زد، جمعناهم كلهم مع بعض ضربناهم في الخلاط طلع لي اربعه هايبردايز اوربيتال اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3. عملوا ايه بقى؟ عملوا الشكل اللي هو مين؟ اللي هو التترا هيدرال اللي قلت لك عليه. ها وصلت اللعبه؟ مفهومه؟ واضح؟ طيب وادي الشكل النهائي. تعالى بقى يلا موليكولار اوربيتال ثيوري. انا كده خلصت فيلانس بوند على فكره، وخد بالك اللي انا قلته في الفيلانس بوند هرجع هحتاجه بس بشكل اكبر معمق خلاص في الموليكولار اوربيتال ثيوري. ليه؟ لان الفيلانس بوند ثيوري انا بتكلم عن اوربيتال واحد بيحصل له اوفرلاب مع اوربيتال ثاني وشكرا. انما يا دكتور انا عايز اقول لك ان في الموليكولار اوربيتال ثيوري كل الاوربيتالات بتشير في تكوين البوند، كله مفيش حد قاعد فاضي، مفيش، كله شغال. وصلت؟ طيب تعالى كده نشوف اللعبه فيها ايه. يلا بينا. يلا يا دكتور، هنا زي ما قلت لك بقى بص هو بيديل ان المولكيول از وان يونت او بيج اتوم، المولكيول كله وان يونت او بيج اتوم، فاهم؟ فكلهم يشيروا في تكوين مين؟ في تكوين البوند. خلاص هنا بقى يا دكتور هيقابلني بقى يا اولاد انواع من الاوفرلابنج، خلاص اللي هي انواع البوند اللي هتتكون، في سيجما في باي في دلتا. دلتا قلت لك مش عليك، علينا سيجما ومين؟ سيجما وباي. طبعا حضراتكم عارفين ان سيجما سترونج بوند، اقوى من مين؟ اقوى من باي. ادي دي السيجما خلاص ودي سيجما. تعالى نتكلم عن السيجما. اولا سيجما يا دكتور عباره عن ايه؟ بوند بتتكون نتيجه الاوفرلابنج اوف تو اتوميك اوربيتال، بس الاوفرلابنج بقى يا مستر هيد تو هيد او اند تو اند او كولينير، خطي لينير. خلاص دي السيجما. السيجما يا اولاد عشان تتكون، بص سيجما سنجل بوند، بص سيجما سنجل بوند، عندي كام سنجل بوند؟ يبقى عندي كام سيجما بوند؟ سيجما سنجل بوند، سيجما سنجل بوند، اي سنجل بوند سيجما، اي سنجل بوند سيجما. وصلت؟ تمام دن. وادي الاوفرلابنج ايه يا دكتور؟ ها هتقول لي هيد تو هيد. الحاجه الثانيه عشان تتكون سيجما يا دكتور لازم يكون هايبردايزد مع هايبردايزد، او اتليست واحد هايبردايزد. فكر فيها كده وقلبها في دماغك، سيجما هايبردايزد اوربيتال على الاقل واحد او يكون الاثنين هايبردايزد. فهمت اللعبه؟ خلاص طيب تعالى كده اللي بعده. يلا يا مستر ادي الباي بوند. الباي بوند بقى سايد باي سايد، خلاص يبقى الباي بوند مالها يا دكتور؟ سايد باي سايد. بص سيجما كانت هيد تو هيد، انما الباي هات سايد باي سايد، جنب بجنب. خلاص فالاوفرلابنج الجنب بجنب ده بيكون ويك، ضعيف. ده بيكون ايه ضعيف؟ لان سيجما سترونج بوند، سيجما اقوى بكتير جدا من ايه يا اولاد؟ من بوند. خلاص واضح كده؟ طيب ده كده بالنسبه لايه يا مستر؟ بالنسبه للاوفرلابنج. حلو جدا. تعالى بقى يا معلم نمسك تو موليكيول ونشتغل عليهم. يلا انا هشتغل بقى على طول، هسيب السلايدز هشرح برضو زي ما بشرح، وبعد كده نرجع نشوف السلايد ايه سريعا مع بعض. ركز بقى معايا، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا معلم انا اصلا بحب ارتجل، ما بحبش امشي بالكلام ده. طيب ما علينا. الموضوع كالاتي، هجيبنا دلوقتي اثنين موليكولز، موليكول اسمه ايثيلين خلاص C2H4، وموليكول ثاني اسمه اسيتيلين C2H2. حلو قوي. نمسك الاول مين يا دكتور؟ نمسك الايثيلين موليكول. فينه يا مستر؟ اهو ادي يا دكتور الايثيلين موليكول C2H4. حلو الكلام، حلو الكلام. الفكره فين؟ الفكره ان هو متكون من ايه يا دكتور؟ ها تقول لي يا مستر ده متكون من 2 كربون. يعني بص تعالى الاول عشان تعرف تشتغل هتشتغل ايه وتعمل ايه، تقوم عامل كده ادي سي بوند سي تحوله ستراكشرال. طب وهما كام اتشايه؟ 2. ده ياخد 2 وده ياخد 2، يبقى هنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش. طب كل كربون المفروض يكون حواليها كام بوند؟ هتقول لي حواليها 4 بوند زي ما انت. دي 1 2 3 ودي 1 2 3، بنحط هنا ايه؟ دبل بوند. كده انا رسمته من هنا، والله نعرف نجيب كل حاجه ازاي واحده واحده. عشان تشتغل افصل اللي هيحصل هنا، هيحصل هنا بالظبط، الاثنين شبه بعض.
امسك الكربون رقم واحد اهي مالها، عندي كام سيجما؟ انا قلت لك سيجما سنجل صح؟ صح اهو، سيجما 2 3، يبقى انا عندي دي سيجما ها ودي سيجما يا مستر، والسودا دي سيجما. حلو حلو، يبقى انا عندي كام سيجما؟ 3 سيجما. بص معاك كام سيجما يا شاطر؟ 3 سيجما. يبقى عندك كام هايبردايز ده اوربيتال؟ 3 يا مستر. مين هم؟ الواد الشاطر هيقول لي طالما هايبردايز ده لازم الاس تبقى موجوده، ولا هعمل هايبردايزيشن ازاي؟ يعني ينفع اقول لك 2 بي اكس 2 بي واي 2 بي زد؟ تبقى اهبل، ما فيش، ده مش هايبردايزيشن يا حبيبي، هم زي ما هم قد بعض في كل حاجه، ليه تعمل هايبردايزيشن؟ اعمل اكزايتيشن واخلص وقف. فهمت حاجه؟ انما معنى هايبردايزيشن ايه؟ لازم ولا بد يكون مع الاس. يبقوا مختلفين. يبقى تقول لي اس مع مين؟ مش هما ثلاثة؟ اه مع البي اكس مع البي واي. يطلع نوع الهايبرزيشن ايه؟ اس واحدة واثنين بي، يبقى اس بي 2. طب الحاجة التانية بعد النوع الهايبرزيشن هايبرزيشن اقول اس بي 2، مش هما ثلاثة يا مستر؟ اه يبقى الاستيريو ستراكشر ماله؟ بلينر تراينجل، ما هو ثلاثة، يبقى بلينر ايه؟ بلينر تراينجل. فهمت اللعبة؟ خلاص بس يا معلم، هو ده الموضوع. وبناء عليه يا مستر تعالى بقى نشتغل انا وانت مع بعض اهو. دي ايه يا مستر؟ هتقول لي دي ستيبل كربون اتوم. يلا يا باشا نعمل لها اكزايتيشن، ما تتكسفش، يلا اكزايتيشن. حلو حلو، بص بقى هم عاملين كده، هنا ايه؟ ادي اثنين ها، هنا الكترون واحد من التو اس يطلع يملى ده. اذا بص بص هنا بي اكس بي واي بي زد. حلو حلو، هنا 2 بي اكس ها 2 بي واي 2 بي زد. حلو حلو، وهنا طبعا ايه يا مستر؟ 2 بي 3 2 اس 1 1 اس 2. بص بقى اللقطه اللي جايه يا مستر، دي بقى اهم حاجه يا ولاد. ايه يا مستر؟ بص يا حبيبي اللي هيحصل كالاتي، هنا بقى لازم تقف وتسال نفسك انت عندك كام سيجما. في المثال اللي قبله يا دكتور بتاع سي اتش 4 ال 200 احنا ضربناهم كلهم في الخلاط، قلنا الاس مع البي 3 فطلع اس بي 3 صح؟ صح. هنا لا لا، سي اتش 4 كان معاه 4 سيجما، انما سي اتش 2 مش كان حواليه 3 سيجما؟ اه يبقى عندي 3 هايبردايزد اوربيتال بس، يبقى انا هاخد كام هايبردايزد اوربيتال؟ 3. ده الاول موجود ما حدش عازمه، هو موجود، ده الثاني، ده الثالث بالترتيب. خلاص يبقى بص بقى لما اعمل هايبرديزيشن ايه اللي يجرى؟ بص ركز بقى في الحته دي، ادي ال2 بي زد ما حدش جه جنبه، وادي 3 وادي اللي تحت، يبقى هنا 1 اس 2 2 هنا بقى، اسف مش 2 اس دي لا، يبقى 1 اس 2. بعد كده يا دكتور هنقول ايه بقى؟ بص على اللقطه دي اس بي 2 اس بي 2 اس بي 2 2 بي زد. 2 بي زد كان فيه الكترون، وهنا الكترون الكترون الكترون، وهنا الاثنين، ادي الست الكترونات بتوع الكربون ده. طبعا انا بتكلم على مين؟ الكربون اتوم اللي هي سي 6. اللي حصل هنا هيحصل الناحيه دي بالظبط. بص بقى اللقطه دي وركز معايا، عندك كام هايبردايز دور بتاع؟ تقول لي يا مستر انا عندي ثلاثه، تعالى بقى نرسم الثلاثه. حاضر ركز معايا، ادي الكربون يا مستر، واحد اثنين ثلاثة. حلو حلو، زيها بالظبط الكربونة الثانية اهي، ادي واحد ها اثنين ثلاثة. ايه اللي انت شايفه؟ هتقول لي يا مستر الحق. نعم، عندي هنا يا مستر بص، ده اس بي 2 عمل اوفر لابد مع الاس بي 2 بنوع سيجما. طب وده ايه؟ اس بي 2 برضه، وده اس بي 2 ها، وده يا مستر اس بي 2، وده اس بي 2. جبتهم منين دول؟ ما هم يا ابني الثلاثة دول اهو، الثلاثة اس بي 2 للكربونه ديت، وفي واحده ثانيه زيها الناحيه دي اهو بتوع دول. الكربون مع الكربون هنا اس بي 2 مع اس بي 2. ايه اللي يحصل بعد كده؟ تقول لي يا مستر بقى يحصل اوفر لابنج لمين؟ 1 اس مع الاس بي 2، 1 اس مع الاس بي 2 ها، 1 اس مع الاس بي 2، 1 اس مع الاس بي 2. بص انا عندي كده كام؟ عندي يا مستر سيجما 2 3 4 5 سيجما. بص 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 للمولكيول، 1 2 3 اه، ادي الرابعه ادي الخمسه. اه والله هم الخمسه اهو، وصلت؟ يبقى دول الخمسه ايه؟ الخمسه سيجما 5 سيجما. حلو، طب بعد كده يا مستر اقول لك تعالى بقى، لسه ما خلصناش ايه كده. بص لو انت بصيت على الشكل ده تلاقي ده بلينر تريانجل، تعالى بس نغير الكلر ده عشان انا عايزه اهو. بص لي كده بلينر تريانجل ولا مش بلينر؟ بلينر. بص 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 بلينر ولا مش بلينر؟ بلينر يا مستر. بص بقى اللقطه اللي جايه دي ايه؟ امال ال 2 بي زد يا مستر اهو، 2 بي زد 2 بي زد 2 بي زد 2 بي زد. فهمتني؟ والاثنين دول يحصل اوفر لابنج ايه بقى؟ ها هتقول لي سايد باي سايد، والاثنين دول بيربنديكولار على البلينر ترينجل ده. فهمت اللعبه؟ واضح؟ هو ده يا معلم الموضوع بتاع الاس بتاع الايثيلين. خلاص؟ تعالى بقى نتكلم على الاسيتيلين، بس تعالى كده نمشي بقى بسرعه ونعد كده بسرعه الكلام اللي احنا قلناه. اول حاجه خالص اهو
حصل اكزايتيشن، حصل اكزايتيشن. طيب بعد كده يا مستر هنلاقي بقى يا دكتور ان هو بيشرح بقى ال2 اس هيتفاعل مع مين؟ مع 2 بي اكس 2 بي واي. حصل فكده حصل هايبرديزيشن. هو عمل الهايبرديزيشن طلع ايه بقى هنا يا دكتور؟ ها هتقول لي مستر طلع هنا معانا ان دول الثلاثه هايبردايزد، وادي 2 بي زد، 2 بي زد بيور اهي، خلاص نفس الفكره بالظبط. طيب بعد كده يا دكتور ايه اللي جرى؟ هنا طبعا بيتكلم ان طالما 3 بيز بيراميد، يعني هو اسف بلينر ترانجل، طالما بلينر ترانجل معناها ان الانجل هتطلع كام؟ 180. فهمتني؟ طيب تعالى نكمل. وادي الشكل اللي هو بتاعنا، ادي الاس اتحد مع 2 بي اكس، ها 2 بي واي، مجموعهم ثلاثه، طلعوا ثلاثه جمعناهم طلع الشكل ده. فهمت حاجه؟ وضحت؟ خلاص. طيب بعد كده يا مستر نكمل. ادي ده بقى الشكل الفاينل لكربونه واحده، فاهم؟ كربونه واحده. طيب تعالى بقى الثانيه هتلاقي اهو، ادي دي انقلها هنا اهو، اهي ديت، شايف الحته دي اهو، شفت ده؟ هي دي بالظبط، دي هي دي، والاثنين دول هم دول، ودي فوق وتحت فوق وتحت. هنا بص بقى ايه اللي حصل، ركز معايا، يدخل من هنا هيدروجين ومن هنا هيدروجينه، وهنا اس بي 2 زيها وتنقلها الناحيه الثانيه، طلع الشكل ده بالظبط. فهمتني؟ ادي يا دكتور سيجما 2 3 4 5 سيجما، وادي واحده ايه؟ وادي واحده باي. هو ده الكلام اللي احنا قلناه، يا رب تكون الامور واضحه معاك. طبعا ده بقى ايه الملخص ما بين سيجما وايه؟ سيجما وباي. يلا الاسيتيلين بنفس الفكره بالظبط. بص بقى الاسيتيلين ايه اللي هيحصل، ركز معايا، ده الاختلاف الوحيد، ان هنا يا دكتور لازم ارسم الاول عشان اعرف انا هعمل ايه. سي بوند سي، هنا اتشايه، هنا اتشايه، طب يبقى ناقص ايه؟ ناقص تريبل بوند. اذا بص بقى قول لي انت عندك كام سيجما؟ هتقول لي انا عندي سيجما 2 فقط، وهنا سيجما 2، كل كربونه حواليها 2، يبقى انا عندي 2 سيجما، يبقى 2 هايبردايزد اوربيتال. طالما 2 هايبردايزد اوربيتال هتقول لي يا مستر يبقى الاس مع 2 بي اكس يطلع 2 من النوع اس بي، وطالما 2 يطلع الاستيريو ستراكشر ماله؟ لينير. هو ده اللي هيحصل بالظبط. تعالى بقى يلا سريعا بقى، لان هو نفس اللي انا قلته. تعالى كده نستعرض الكلام ده من السلايدز معانا اهو. اول حاجه حصل الاكزايتيشن، فطلع الكترون من فين يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر من ال 2 اس، ملا هنا اهو، طلع الكترون ملا، بقى عندي هنا ايه؟ 2 اس 1 3 2 بي 3. خلاص طب يلا بعد الاكزايتيشن يا دكتور ايه اللي هيجرى؟ هتقول لي يا مستر هيبتدي يحصل ايه بقى؟ ها هايبرديزيشن. طب انا لما اجي اعمل هايبرديزيشن عندي كام سيجما؟ 2 اهو، اس بي اس بي. طب والاثنين التانيين بيور، واهو اللي موجود هنا موجود هنا. نيجي بعد كده بقى لخطوه الرسم. بص خطوه الرسم، طبعا طالما هم 2 فهيطلع لينير، يبقى الانجل 100 ايه؟ 180. بص بقى اللقطه ديت، ادي الاس اهو، ادي الاس فعلته مع البي اكس، 2 طلعوا 2 فقط اهم، اجمعهم مع بعض يديك 180 الشكل ده، الكومباينيشن بتاعه. فهمت اللعبه؟ واضحه؟ خلاص. طيب وده طبعا الشكل الفاينل بتاعه يا دكتور. هنا بقى الاختلاف في الشكل عامل ازاي، تعالى ارسمها لك برده بالمره بحيث يبقى انت ايه معاك كل حاجه. ادي كربونه هنا، اس بي اس بي، ده اس بي ده اس بي، ها مع كمان كربونه اس بي اس بي. حلو حلو. يجي بعد كده يحصل اوفرلابنج مع الهيدروجين، ادي هنا اتشايه 1 اس، ها اتشايه 1 اس، لينير ولا مش لينير؟ لينير لينير، بص لينير كله. طيب يلا يا دكتور بي اكس بي واي اهو، ادي البي واي، ادي البي واي، يبقى ده 2 بي واي، ها 2 بي واي، يحصل ما بينهم ايه؟ اوفرلابنج سايد باي سايد. بص بقى اللقطه اللي جايه دي يا دكتور، 2 بي زد اهو في بلين تاني خالص. بص بص بص، الاثنين دول اتوصلوا ببعض، الاثنين دول اتوصلوا ببعض، اذا دول في بلين ودول في بلين، والتانيين دول في ايه؟ في بلين. يا رب تبقى واضحه واخد بالك ايه منها. خلاص ده كده بالنسبه لمين يا دكتور؟ للجزء ده. طبعا دي مقارنه ما بين سيجما وايه؟ سيجما وباي. خلاص وهنا الكونكلوجن بتاع الكلام اللي احنا قلناه. والله بقى يبقى في الميسين ده كونكلوجن بقى، في الميسين طلع اس بي 3 هايبرتيزيشن، طب في الايسيلين اللي هو سي 2 اتش 4 اس بي 2، ها طب في الاسيتيلين اس بي، طب انا اجيبها ازاي اهو؟ سي بوند 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 بوند، كام سيجما؟ 4، يبقى 4 هايبردايزد اوربيتال يا مستر، اس مع بي اكس بي واي بي زد، يبقوا 4 اس 3 3. خلصنا. ها بص لي هنا الايثيلين اللعبه في الرسم، ارسم هيطلع كده، يبقى سيجما 2 3 سيجما، يبقى هنا 3 يبقى اس بي 2، طب 2 بس هايبردايزد يبقى اس بي. هي والله ده الموضوع باختصار شديد. خلاص وتقدر كمان تستنتج الستيريو ستراكشر بتاع كل واحده فيهم. طيب ازاي بقى نحدد نوع البوند لو كان عندي لون بير؟ والله شوف السيجما قد ايه واجمع عليهم عدد اللون بير. يعني هقول لك كده ان اتش 3 امونيا، ها عايزين نعرف نوع الهايبرديزيشن، قول لي ثواني،
ان بوند 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 دول 3 سيجما بس في لون بير يبقى المجموع كام؟ 4. يبقى 4 هايبردايزد اوربيتال، واحد من الاس و3 من البي، يبقى هيطلع ايه يا مستر؟ طبعا بي اكس بي واي بي زد، يطلع ايه بقى؟ اس بي 3. هو ده موضوع الهايبرديزيشن. وضحت؟ خلاص؟ تعالى بقى نتاكد اهو. ادي يا دكتور النمبر اوف الهايبردايزد اوربيتال في السنتر الاتوم، لو كانوا 4 يطلع اس بي 3، 3 اس بي 2، 2 اس بي، وهكذا. خلاص؟ طيب. وهنا طبعا دي امثله بقى اهو، ادي الميثين، ادي ال C2H4 اللي هو الاثيلين، وادي اللي هو الايثيلين، وادي الامثله اللي هي زي الاسيتيلين نوع الستركشر لينير كربون دايوكسيد بي سي ال 2. دي بقى الامثله يا دكتور على الكلام اللي احنا قلناه طبعا. وهنا كمان بقيه الامثله. نيجي بعد كده بقى يا اولاد للكوردينيت بوند، مالها بعد ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا معلم، موضوع الكوردينيت بوند كالتالي، احنا كده فهمنا الكوفيلنت عباره عن ايه؟ تو بوند، واحده بتشير بالكترون، الثانيه بتشير زيها بالكترون، فما فيش حد احسن من حد، يكونوا بوند بالشيرنج. فهمت اللعبه؟ حلو. امال بقى الكوردينيت بوند؟ لا، كوردينيت بوند ما بين تو اتوم، واحده هتشير بالاثنين الكترون مره واحده اللي هو اللون بير، والثانيه بتشير بالفيكانت اوربيتال، يبقى هي برضه عمليه شيرنج ولا مش شيرنج؟ شيرنج. عشان كده بنقول ان الكوردينيت بوند سبيشال تايب اوف الكوفيلنت بوند، لان هي الفكره كلها عمليه ايه؟ عمليه شيرنج. واحد بيشير بس بلون بير، التاني بيشير بفيكانت ايه؟ بفيكانت اوربيتال. وهي دي فكره ايه يا دكتور؟ فكره الكوردينيت بوند. يبقى بص بيقول لك هي عباره عن ايه؟ هي كونسيدرد سبيشال تايب اوف مين؟ اوف الكوفيلنت بوند. بس هي ديفرز عشان في واحد بيكون عنده لون بير من الالكترون، والتاني بيكون عنده فيكانت ايه؟ فيكانت اوربيتال. خلاص؟ يبقى الاولاني عنده لون بير، خلاص؟ والتاني عنده فيكانت ايه؟ فيكانت اوربيتال. وهي دي يا دكتور كلمه السر اللي احنا عايزينها. حلو الكلام؟ حلو الكلام يا مستر. طيب تعالى نكمل. الكوردينيت بوند بتتكون في الامونيا مولكيول بالشكل ده، وادي الشرح بتاعها. تعالى بقى ايه نجهزها كده، وادي الباقي كمان الووتر مولكيول. حلو قوي. بص بقى، ادي الامونيا هتتكون ازاي؟ هتقول لي يا مستر النيتروجين عنده لون بير اهو، اول ما ينزل الميه، نزل ايه؟ نزل الميه. الميه عباره عن ايه؟ عباره عن اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف. الاتش بوزيتيف ده عباره عن فيكانت اوربيتال، يجي الامونيا يشير باللون بير مع الفيكانت اوربيتال فيكون كوردينيت بوند اهو. ادي الامونيا بيشير مع البروتون بتاع الميه. شير يبقى في سهم خارج من النيتروجين ليه. بص ادي سهم خارج هنا، في سهم وفي ارو للنيتروجين، وكون ايه؟ يكون لك هنا بقى، بص الشكل، ان بوند اتش بوزيتيف، وهنا دول الكوفيلنت، هنا اتش اتش اتش، لذلك دي كوفيلنت كوفيلنت كوفيلنت، انما دي كوردينيت بوند. فهمت اللعبه؟ ففي الاخر يكون ايه بقى؟ يكون لي كده ان اتش 4 بوزيتيف، ده في الاخر. وصلت؟ نفس الفكره بالظبط يا دكتور. ايه يا مستر؟ ها الووتر مولكيولز مع الاسيد، المره دي بقى ايه؟ الميه مع الاسيد. يعني ايه؟ اي اسيد يا دكتور بينزل الميه بيتحول لايه؟ هتقول لي يا مستر بيتحول لاتش بوزيتيف اهو. بص بقى الفكره فين؟ قال يا دكتور الاسيد اتش بوزيتيف سي ال نيجاتيف مثلا مع الووتر مولكيولز، ادي الاتش 2 او. الووتر عندها كام لون بير؟ عندها 2 لون بير. يجي هي اللون بير ده، ده فيكانت اوربيتال، فتشير اللون بير مع الفيكانت اوربيتال. بص ايه اللي يحصل؟ ادي اكسجينه لون بير بتشير منه، وادي اللون بير الثاني مع الاتش بوزيتيف. حلو حلو. هنا اتش اي وهنا اتش اي، تمام تمام. طب ده ايه بقى؟ ده بيسمى اتش 1 2 3 3 او بوزيتيف، اسمه هيدرونيوم ايون. عارف ده معناه ايه؟ معناه يا مستر؟ معناه يا اولاد ان مفيش اتش بوزيتيف بتكون موجوده في الميه انديفيدوالي لوحدها، امال لازم بتكون هيدروجين بوند، اسف، لازم بتكون كوردينيت بوند، عشان هي بتتحد مع مين؟ مع الووتر في صوره الكوردينيت بوند اللي اتكلمنا عليها. وصلت؟ خلاص؟ طيب الفيزيكال بوند بقى يا دكتور، اخر درس عندنا كان هم نوعين، عندي الهيدروجين بوند وعندي الكوردينيت بوند، الميتاليك بوند اسف. الهيدروجين بوند يا دكتور عباره عن ايه؟ الهيدروجين يا اولاد الفكره بتاعتها كالاتي، احنا مسكنا الجروب 6 ايه؟ بعد ما مسكناه ماله؟ المفروض اللي يحصل كده، عندك الجروب بالترتيب اكسجين سلفر سيلينيوم تيليريوم. حلو حلو، ده بالترتيب. طب ايه اللي لقيناه يا مستر؟ اللي لقيناه كالاتي، لقينا دكتور او اللي معروف ان كل ما المولر ماس ما بتزيد البويلنج بوينت بتزيد. فالعقل والمنطق بيقول ايه؟ وانت نازل في الجروب يا نجم اهو، ادي اكسجين سلفر سيلينيوم تيليريوم، وانا نازل كده لو انا بفعله مع الهيدروجين فهنا يتكون H2O، ها H2S، ها H2SE، ها
H2TE. حلو حلو. المفروض وانا نازل المولر ماس تزيد، فالطبيعي ان وانا نازل البويلنج بوينت تزيد. اللي لقيناه غير كده، امال يا مستر لقيت ايه؟ لقينا البويلنج بوينت بتاعت الميه 100 ديجري سيلسيوس، وبتاعت ال H2S اللي هو بعده على طول بنيجاتيف 61 ديجري سيلسيوس. بص دي بتيجي بتبوين عند ال 100، مين دي؟ الميه. طب الثاني بيبويل عند كام؟ ها؟ هتقول لي يا مستر الثاني بيبويل عند نيجاتيف 61، فين ها؟ ماشي ماشي ماشي. طيب فالمفروض ان هو بيبويل عند كام يا دكتور؟ نيجاتيف 61. طيب ايه اللي عمل السبب ده؟ او ايه سبب المشكله دي؟ او هي مش مشكله، ليه الميه المفروض ان هي اصلا كانت جاز، او المفروض تبقى جاز؟ لان اي حاجه البويلنج ويل بتاعتها بالنيجاتيف دي جازز، انما اللي بالبوزيتيف تبقى ليكويد. لقينا الميه بتبويل عند 100 وهي اقل مولر ماس من الهيدروجين سلفايد، المفروض الهيدروجين سلفايد يبقى اللي متوقع ان البويلنج بوينت تبقى اعلى من الميه. طب ليه الميه بقى فيها ابنورماليتي؟ الابنورماليتي عشان اكتشفنا ان هي مكونه هيدروجين بوند. فالهيدروجين بوند اللي اتكونت دي يا دكتور بتحتاج بقى هيوج اماونت من الانرجي عشان تبريك كل الهيدروجين بوند اللي موجوده دي، خلاص؟ يبقى محتاجه هيوج اماونت من الانرجي، فالهيوج اماونت من الانرجي دي عشان اكسر الهيدروجين بوند ده معناه ايه؟ معناه ان هي هتاخد ايه بقى؟ لونج انرجي، او اسف يعني مور ماتش انرجي، انرجي كتيره، خلاص؟ فالانرجي الكتيره ديت عشان تحتاجها عشان يعني تعمل لها ابزوربنج تاخد لونج تايم، فالتمبريتشر ايه؟ بتعلى، عشان كده الميه بتبويل عند ال 100، خلاص؟ واضح؟ طب مين يا مستر بقى المركبات اللي بتقدر تكون هيدروجين بوند؟ عندي هيدروجين فلورايد، ووتر، امونيا، هم الثلاثه بس، الاف، الاو، الان، دول يكونوا مع الهيدروجين، لازم هيدروجين لازم، ليه؟ من الاخر كده عشان تكون يا ابني هيدروجين بوند لازم يبقى عندك ثلاث حاجات. هيدروجين اتوم، ودي تكون لوكيتد ما بين تو سيميلر اتوم، تو سيميلر اتوم. والسيميلر دول تكون اعلى منها، اعلى من الهيدروجين في الالكترونيجاتيفيتي. طب الحاجه الاخيره يا مستر تبقى عامله كوفيلنت بوند مع واحده منهم بس، فتكون مع الثانيه هيدروجين. يبقى تبقى عامله مع واحده منهم كوفيلنت، تتكون مع الثانيه ايه؟ هيدروجين. خلاص وصلت؟ تمام؟ ده كده بالنسبه للجزء بتاع الهيدروجين بوند وتم اكتشافه ازاي. هنا بعد كده انا عايز اقول لك ان الووتر موليكيولز الواحد يقدر يكون ايه يا مستر؟ ها؟ هتقول لي يقدر يكون فور هيدروجين بوند. اهو مش ده ووتر موليكيولز؟ اه بص ده واحد عمل ده ووتر 2 3 4 من اتش كون هيدروجين بوند، الاو كون 2، الاتش الثانيه كون 1، يبقى ال1 موليكول بيكون كام هيدروجين بوند؟ 4 هيدروجين بوند. وهو ده السبب على فكره ان هي اتحولت من ايه؟ من الجاز ستيت اللي هي المفروض كانت تبقى عليه للليكويد. ليه بقى؟ بص مش انت عارف ان الديستانس في الجاز بتكون كبيره قوي ما بين الموليكولز؟ اه. طب بص لما انا ربطهم بهيدروجين بوند بقربهم ولا لا؟ بقرب. طب طالما قربت يبقى انا غيرت الفيزيكال ستيت، يبقى انا خرجتها من ايه بقى؟ تقول لي مستر انت خرجتها من ما هي جاز او فيبر ليه؟ لليكويد. فهمتني؟ فالمولكيول واحد عامل اربعه هيدروجين بوند، وده السبب اللي بيخلي الميه بتاخد ايه؟ انرجي كتيره جدا عشان تبقى، خلاص؟ طب الحاجه الثانيه يا دكتور، الحاجه الثانيه اهو الهاي بويلنج بوينت اوف الووتر بسبب الكونسامشن اوف ايه بقى؟ لارج اماونت اوف الثيرمال ايه؟ انرجي عشان نكسر الهيدروجين بوند. وضحت؟ تمام؟ طيب تعالى للي بعده. الاسترنس بتاع الهيدروجين بوند يا اولاد مبني على حاجتين. كم حاجة يا مستر؟ اتنين. أولهم وأهمهم ديفرنس في الإلكترونيجاتيفيتي. كل ما الديفرنس في الإلكترونيجاتيفيتي بينكريز الهيدروجين بوند الاسترنس بتاعها بيزيد. يعني هقول لك كده HF H2O NH3 مين أقوى؟ HF. ليه؟ أكبر ديفرنس. طب الحاجة التانية إن الأنجل ما بين الهيدروجين بوند اللي هتتكون وما بين الكوفيلنت بوند تكون إيه؟ تكون 180، يعني تكون ستريت لاين، ستريت لاين في خط مستقيم. خلاص ده السبب الايه؟ السبب الثاني. وبالمناسبه الموضوع ده مش موجود غير في تو مولكيولز الهيدروجين فلورايد والووتر، انما الامونيا الانجل بتكون اقل مش 180 اقل، فبالتالي بتكون هي اقلهم خالص في الايه؟ في الهيدروجين بوند. وموضوعها اصلا بسيط والاسئله بتاعتها قليله جدا وبسيطه جدا. هنا بنقارن يا اولاد ما بين الكوفيلنت بوند والهيدروجين بوند. انا عايز اقول لك ان الكوفيلنت البوند لينس 1 انجستروم، انما الهيدروجين 3، فالهيدروجين لونجر فبتبقى ايه؟ ويكر، اضعف. لذلك الهيدروجين يحتاج 21 كيلو جول عشان تتكسر، انما الكوفيلنت الواحده بتحتاج 400 كام؟ 480. خلاص وده طبعا بالنسبه لايه؟ لحته الاسترنس اللي قلت لك عليها. طيب خلاص اتكلمنا عن الاسترنس. طبعا الاسترنس يا اولاد او الحته بتاعت الانجل ليها علاقه بمين يا مستر؟ ليها علاقه، بص 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 بص، ادي دي هيدروجين بوند، صح؟ صح.
ها 180 بص 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 180 ها 180 شايف 180 كلهم ايه كلهم ستريت لاين نفس الكلام بص بص ادي هيدروجينه واقعه ما بين اثنين سيميلر اتوم عامله هنا كوفيلنت تعمل هنا هيدروجين الانجل ستريت لاين فهمت اللعبه واضحه هو ده الموضوع ايه باختصار بالنسبه لقصه الانجل طيب لو جينا يا مستر شفنا بقى اللي بعده هيدروجين بوند بين الهيدروجين فلورايد موليكيول سترونجر زان الووتر قلنا طبعا بسبب الديفرنس الهيدروجين بوند ما بين الووتر والامونيا برضو بسبب الديفرنس الاثنين حاجه واحده الاجابه ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي وهي دي الانجل بص هنا الانجل في الامونيا عامله ازاي مش ستريت بص هنا الانجل ايه ستريت فهمت الفرق واضح ده الفرق ما بين يا دكتور ده الفرق ما بين الاثنين طيب الفورمز اوف الكومباوند اللي بيتكون هيدروجين بوند عندي ثلاثه فورم بالظبط ايه هما يا مستر يا اما تبقى ستريت تشين يا اما تبقى كلوزد يا اما اوبن نت اوبن نت بتاعت الميه الشكل اللي احنا لسه شايفينه من شويه انما الكلوزد تشين والستريت تشين دول بتوع الهيدروجين فلورايد وهما دول الشكلين اللي بيكونوا خلاص تمام طيب جينا بعد كده يا اولاد الميتاليك بوند ايه بقى قصه الميتاليك بوند ميتاليك يا دكتور معناها ميتال في فرق ما بين ايونيك بوند ميتاليك بوند ايونيك ميتال نون ميتال بوزيتيف نيجاتيف انما ميتاليك ميتال بس بوزيتيف 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 جنب بعض زي كده خلاص طب هي الفكره فين الفكره كانت يا دكتور ادي الميتالز بتتميز ان الاتوميك ريديوس كبير فحته لوزنج الالكترون سهله فسهل جدا ان الالكترون يتحول لفري الكترونز ومن هنا بقى الفكره ايه الفكره الطبيعي ان الميتالز جنب بعض وهم بالشكل اللي انا رسمه ده مالهم يا دكتور هتقول لي يا مستر الطبيعي ان هم يحصل ريبالشن فعلا المفروض يحصل ريبالشن ما بينهم عذرا امال ايه اللي ما بيخليش في ريبالشن ان يا دكتور الميتال بتلوز الفري الكترون بسهوله والفري الكترون دي معناها ان هي فري حر مش مرتبط بيتحرك براحته هو عمال يتنقل من اتوم للثانيه من اتوم للثانيه من اتوم للثانيه فاهمين فبيعملوا ايه بقى بيعملوا الكترون كلاود فبتربط الميتال ببعض ليه هتلاقي كده ما بين كل بوزيتيف وبوزيتيف تلاقي فيه الكترون نيجاتيف 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 يبقى رابطهم ولا مش رابطهم عايز اقول لك بقى ان الميتاليك بوند يا دكتور بتتوقف على حاجتين ايه هما يا مستر اول حاجه خالص النمبر اوف الفالنس الكترون يعني عدد الفالنس الكترون عامله ازاي طب والحاجه الثانيه يا دكتور الاتوميك ريديوس توقف على الاثنين دول خلاص طب هنا بيقول لك ايه بيقول لك ان الالكتريك كوندكتيفيتي بتاعه الميتال از اتريبيوتد تو الفري موفمنت بتاعه الفالنس الكترون عشان انا بقول لك الفالنس الكترون بتلوز وبتبقى فري الكترون اه الكترون حر بيتحرك ولا ما بيتحركش بيتحرك لذلك لما تدي له الكتريستي كهرباء ما هي الكهرباء عباره عن ايه فلو اوف النيجاتيف تشارج فيخرج من هنا يدخل من هنا يخرج من هنا بمنتهى البساطه في نفس اللحظه ليه عنده موفمنت في حركه حلوه قوي خلاص لذلك الميتال ايه بتبقى جود كونتاكت للالكتريسيتي على عكس الايه على عكس يا دكتور النمتالز طيب نيجي بعد كده للميتاليك بوند سترينث زي ما قلت لك بتتوقف على حاجتين اول حاجه الفالنس الكترون بمعنى هل الفالنس الكترون يا دكتور لو احنا مسكنا بقى الجروب 1 اي 2 اي 3 اي صوديوم مغنيسيوم الومنيوم ها مالهم بقى يا مستر هل يا دكتور السترينث بتاعهم حاجه واحده لا الفالنس الكترون هنا في حاله الصوديوم واحد بس لذلك الصوديوم يا دكتور بيبقى ماله بيبقى soft enough ان يتقطع to be cut by a knife بسكينه طبعا في سكيل اتعمل اللي عمله العالم اسمه موس الموس ده عمل سكيل فسميناه موسز سكيل او موس سكيل موس سكيل ده عباره عن ايه سكيل يا دكتور بندرج فيه الاليمنت على حسب الهاردنس بتاعتها خلاص فالجروب 1 ايه فالنس الكترون واحد اكيد اضعف بكتير جدا من الجروب 2 ايه اللي هم 2 الكترون اذا كل ما بيزيد النمبر في الالكترونز كل ما الميتاليك بوند بيحصل لها ايه بتنكريز لذلك الام جي هنلاقيه ايه مايلد انف تو بي بنت يعني سهل كويس ان هو يتين انما الايرن يا اولاد بيكون هارد ايزلي ايه تو كاست ان هو يحصل له عمليات تشكيل زي ما انت شايف كده نعمل منه اشكال وده طبعا بيترتب عليه ان الميلتنج بوينت للميتال لوحده ميتال للصوديوم ب 98 والرقم ده مهم احفظه اسمع مني خلاص انما المغنيسيوم ماله 650 الله ايه اللي رفع الفرق الكبير قوي ده فالنس الكترون ميتاليك بوند اقوى خلاص التو فاكتور اتحققوا ايه هما كل ما الريديوس بيقل الاسترينث بتاع الميتاليك بيعلى ليه ما هو لما يكون الحجم كبير قوي يعني الالكترون ده يقدر يكنترول ازاي على اتوميك ريديوس بالشكل ده موضوع صعب قوي انما لما بيبقى الحجم صغير بيبقى الكنترول اعلى فاهم فتبقى الميتاليك بوند مالها اقوى وهكذا خلاص تمام ده كده يا دكتور بالنسبه ل
الميتاليك بوند وكده. فضل الله نكون خلصنا ريفيجن شابتر 3 كله كامل ان شاء الله. في انتظار شابتر 4. شكرا مشاهده، ربنا يوفقكم، وما تنساش بقى الدعوه اللي قلت لك عليها. خلاص يا دكتور، ربنا يوفقك يا رب، موفقين دايما. السلام عليكم.